ثمره. البطوله شارك فيها فرقتين مصريين ايضا، نادي سموحه ونادي سبورتنج. ومفاجاه من العيار الثقيل خرج هليوبلس، هليوبلس وسبورتنج خرجوا من الدور الثمانيه بشكل مفاجئ، ما كناش نتمنى ده، ولكن هو ده او هي دي الرياضه. هليوبلس وسبورتنج خرجوا من دور الثمانيه، ما بقاش غير مصر ممثل واحد عن كرة اليد المصرية. خلينا نتكلم عن بعض الأمور المهمة اللي تهم السادة المشاهدين. هنبتدي الأول بقائمة الجهاز الفني. قائمة الجهاز الفني: المدير الفني الكابتن عاصم حماد، المدرب العام كابتن محمد عادل، طبيب الفريق محمود رفاعي، مخطط أحمال حسام أبو كريش، مدلك محمد شهير، علاج طبيعي أحمد أدري، إداري طارق رضوان، إداري أحمد فخري. شوف مع حضراتكم قائمة اللاعبين: محمد عبد الوارث كابتن الفريق، محمد ابراهيم، عمرو الاليوبي، السيد محمد حارس المرمى، احمد عبد الرحمن، اسلام حسن، ابراهيم المصري، عمر مصطفى، محمود فايز. استكمل مع حضراتكم اسماء اللاعبين: مصطفى خليل، محمود عاصم، هادي رفعت، ابو الفتوح حماصه، اللاعب الذي استعان به النادي الاهلي من نادي هليوبلس من نادي سموحه، محمود زكي، احمد حسام، عمر حجاج، محمد عصام، محمد عبد الرحمن. هشوف مع حضراتكم مشوار الاهلي خلال البطوله. الاهلي افتتح مبارياته مع منوال كاميروني وفاز 28-15. الاهلي لاعب الاتحاد الليبي في المجموعه ايضا 28-20. الاهلي لاعب ريد ستار الايفواري، فاز في دور الثمانيه 41-17. خليني استعرض مع حضراتكم نتائج دور ربع النهائي للرجال. وداد سمارة المغربي فاز على فاب الكاميروني 31-27. الاتحاد الليبي في مفاجأة فاز على هليوبلس 25-24. جي اس كي كونغولي في مفاجأة كبيرة فاز بهيفي سكور على سبورتنج 35-29. الأهلي فاز بكل أريحية على ريد ستار الإيفواري 17. خلينا استعرض مع حضراتكم دور ربع النهائي أيضا للسيدات. بترو أتلتيكو الأنجولي فاز على الأهلي 27-17. أبو سبورت الكونغولي فاز على هيريتاج الكونغولي 25-21. بريميرو الأنجولي فاز 33-12 على هابيتات الإيفواري. فاب الكاميروني فاز 22-20 على ديناميك الكاميروني. خلينا استعرض مع حضراتكم مباراة نصف النهائي. جي اس كي كونغولي الساعة 5 هيلاعب الاتحاد الليبي، دي المباراة اللي هتبقى قبل مباراتنا على طول. النادي الأهلي النهاردة وشغالة، وأكيد هنقول لحضراتكم خلال الاستوديو التحليلي نتيجة المباراة، وهيكون الفائز أول الفرق اللي هتتأهل للدور النهائي. الأهلي هيلاعب النهارده وداد سمارة الساعة 7 إن شاء الله، ودي اللي هنتابع مباراتها على الهواء مباشرة. دي أو مباريات دور نصف النهائي لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة السلة لكرة اليد سيدات. بريميرو الأنجولي لاعب فاب الكاميروني وفاز 31-18. بترو أتلتيكو الأنجولي لاعب أبو سبورت الكونغولي، دي المباراة الأولانية وفاز 31-18. بريميرو الانجولي وفاب الساعة 7 ان شاء الله، ودي اكيد هنتابعها مع حضراتكم ونقول لكم النتيجة كام بإذن الله. خلينا نشوف ان شاء الله النهاردة ايه اللي هيحصل. النادي الاهلي النهاردة نازل بمعنويات عالية، يمكن دور الثمانية مباراة 41 نتيجة 41-13 كانت نتيجة عالية جدا. النادي الاهلي في اريحية كبيرة ومعنويات عالية. خلينا نشوف النهاردة اللي هيحصل ايه. فاصل قصير وارجع لحضراتكم عشان استقبل النجومي في الاستوديو التحليلي ونتابع المباراة عن قرب. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف اللي منوريني في الاستوديو. برحب بالكابتن احمد عبد السلام، رئيس قطاع ناشئين بالنادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك كابتن، منورنا وان شاء الله نبارك لبعض النهارده فوز النادي الاهلي. ان شاء الله. برحب بالكابتن سمير الجزار، مدير فني فريق النادي الاهلي، مواليد 2000 و2004 و2002 على فكره، كسبوا بطوله الجمهوريه، صح يا كابتن؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، اهلا بيك، منورنا في قناه النادي. ان شاء الله نبارك لبعض بعد الفوز ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنروح طبعا لمراسلنا، لازم الدنيا هناك سخنه وفي مباريات شغاله، لازم نعرف الاجواء هناك. اروح لمراسلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي من ارض الملعب، نعرف منه ماتش السيدات اخباره ايه، نعرف منه ماتش جي اس كي والاتحاد الليبي اخباره ايه. اتفضل يا محمد. هيثم السعيد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في الوطن العربي الكبير. ها
هنا في صالة الشهداء تقام في هذه اللحظات مباراة فريق أنيسات لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام فريق هرتاج الكونغولي. المباراة قوية جدا وحماسية بين كلا الفريقين, وفي هذه اللحظات ونحن نقترب من العشر دقائق الأخيرة من نهاية المباراة وما زال هناك فارق هدف لصالح هرتاج الكونغولي 23-22 لصالح هرتاج الكونغولي. المباراة قوية جدا, يمكن الشوط الأول كان انتهى بفارق هدفين لصالح هرتاج الكونغولي كان انتهى 15-13, لكن في خلال العشرين دقيقة من أحداث الشوط الثاني المباراة حماسية قوية مثيرة. أنيسات النادي الأهلي نزلوا الشوط الثاني بجدية بشكل كبير جدا لتعويض فارق الهدفين الذي كان في الشوط الأول, والآن هو الفارق الهدف لصالح فريق هرتاج الكونغولي, ونحن الآن في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. توقعاتنا لهذه المباراة لن يعني تعلن أو تحسب إلا في الثواني الأخيرة من نهاية هذه المباراة, وأرى أنيسات فريق النادي الأهلي لكرة اليد يؤدون هذه المباراة بكل جدية, ظاهرين بشكل جيد جدا في هذه المباراة, بيحاولوا قدر الإمكان هم يفوزوا بهذا اللقاء لتحسين المركز والاقتراب والوصول من الحصول على المركز الخامس أو السادس مع قرب نهايات موعد هذه البطولة. في نفس اللحظات كابتن هيثم وأنا معاك على الهواء مباشرة, أيضا فريق الاتحاد الليبي يلعب الآن مع فريق جي اس كي الكونغولي في صالة الأمير عبدالله الفيصل, مباراة سيمي فاينل بطولة الرجال للكرة البطولة الأفريقية, مباراة قوية جدا أيضا تقام في هذه اللحظات ونحن نقترب من منتصف الشوط الثاني, لكن تقدم فريق الاتحاد الليبي 18-17, مباراة قوية جدا بين الاتحاد الليبي وجي اس كي الكونغولي, وكانت المفاجأة أن جي اس كي الكونغولي في الشوط الأول كان متقدم بفارق هدفين على فريق الاتحاد الليبي وكان محقق نتيجة, يعني البعض وصفها في صالة الفائزين أنها نتيجة مفاجأة, لأن فريق جي اس كي الكونغولي من خلال القوة الجسمانية في خلال هذه البطولة يحقق نتائج قوية جدا ومثيرة, لكن مع أحداث الشوط الثاني فريق الاتحاد الليبي استطاع أن هو يقترب بالنتيجة ويوسع الفارق مع فريق الكونغولي بفارق هدف أو هدفين, ونحن نقترب من منتصف الشوط الثاني أو ما يقرب من حوالي 12 دقيقة على نهاية هذه المباراة اللي هيقومها إن شاء الله مباراة الأهلي ووداد سمارة المغربي. عايز أقول لك في هذه اللحظات ممكن أنا أحاول أديك الصورة بالنسبة للكاميرا تنطلق بالنسبة للشوط الثاني ولقطات خاصة بفريق الأنيسات لكرة اليد في الجزء الأخير من هذه المباراة, ونحن نقترب الآن 25-21 لفارق أو لصالح هرتاج الكونغولي, فارق 4 أهداف, والآن الكابتن ياسر صلاح طلب تايم أوت في وقت مستقطع للحديث مع اللاعبات, خاصة أن الجزء الأخير من المباراة يحتاج إلى التركيز الشديد من أجل الفوز بهذه المباراة. يا كابتن هيثم إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار عن البطولة الأفريقية لكرة اليد اللي هتقتدم غدا بإذن الله سواء نهائي السيدات أو نهائي الرجال على صالة الأمير عبدالله الفيصل. لا شكرا جزيلا محمد, أكيد هنرجع لك تاني ونعرف منك الأخبار إيه. بشكرك على الوصف الكامل والتفصيلي لأحداث المباراتين اللي شغالين دلوقتي, طبعا زميلنا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا وأكيد هنرجع لك تاني. أرجع لضيوفي كابتن أحمد, مباراة النهاردة يمكن السيدات عايز أعلق عليها, النهاردة مباراة قوية مع هرتاج, السيدات بيأدوا دور كويس بالنسبة لأول مشاركة ليهم منذ فترة, يعني في 20 سنة أو 30 سنة تقريبا دي المشاركة التانية ليهم, بتهيألي يعني فريق السيدات يشكر على اللي بيعمله وان شاء الله السنه الجايه اكيد هيكون احسن. ويا ريت يعني, ما هي برضو بدايه المشكله من المنتخبات ان انت لحد سن معين ما فيش منتخب درجه اولى. صحيح ماشيين كويس جدا في صح في الناشئات تحت مواليد 2000 ومواليد 98 ابطال افريقيا. صحيح, انما المفروض الدرجه الاولى دي يعني الاولاد لسه صغيرين في السن فلازم يحتكوا على مستوى افريقيا. عارف كابتن خالد العوضي امبارح كان مع يعني في لقاء خاص مع كاميرا قناه النادي الاهلي قال انه الاتحاد نفسه اتفتحت, هو كنائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد, قال ان احنا ان شاء الله في صدد انشاء وتكوين ورعاية الفريق الاول لكرة اليد للسيدات. يا ريت اكيد ان شاء الله كده الولاد بيجوا عند سن معين وخلاص, هو بيلعب محلي وخلاص على كده. ان شاء الله يكون في احتكاك على مستوى الانديه والنادي الاهلي هيواظب في الاشتراك باذن الله, واكيد على مستوى المنتخبات عندنا فرقه كويسه جدا, يعني النادي الاهلي عنده فرقه كويسه جدا ينقصها الاحتكاك. يعني حتى هم مشرفينا بصراحه, يعني الدور التمهيدي يعني الولاد كانوا ممكن يكون عندهم لسه رهبه وحاجات من دي كلها, ما بداوا ياخدوا على البطوله بداوا يدخلوا في البطوله فبداوا يعملوا ماتشات كويسه. وده ماتش السيدات, دي لقطات من المباراه, هو كان فرق 4 أهداف 25-21 قبل يعني لحظات لما كان معانا طبعا زميلنا محمد سعيد. بتهيألي يا كابتن صعب في الوقت المتبقي النادي الاهلي يعوض فرق الـ4 أهداف.
المتبقي قد ايه حضرتك؟ هالي يعني بالسكور ده هتلاقي متبقي 3 4 دقايق تقريبا، صعب يعوض 4 اهداف ولكن مش مستحيل. اه طبعا مش مستحيل، مفيش حاجه اسمها مستحيل. صحيح، بس هو الكره مع الاولاد، اولادنا يعني لا هيريتاج، هو هيريتاج الاجمل هيريتاج يعني. طب يعني برضو اسالك كابتن سمير، يعني برضو تعليق حضرتك، يمكن سمعنا تعليق كابتن احمد عن مباراه السيدات، مباراة جي اس كي الكونغولي والاتحاد الليبي، الفائز بيها سيكون اول المتاهلين للمباراه النهائيه. اللي شفنا تفوق جي اس كي في البدايه، فرق هدفين في الشوط الاول، في الشوط الثاني الاتحاد طبعا خبرته والناس. توقعات حضرتك للمباراه دي مين ممكن يفوز بيها؟ هو الاتحاد الليبي متهيألي هو اللي هيفوز. هيفوز بالمباراه، وتبقى طبعا هو عامه اي فرقه بتوصل لدور الاربعه بتبقى فرقه جامده، ما تعرفش المباراه ماشيه ازاي، وقدام فرقه وصلت لدور اربعه بتبقى جامده مفيش تهاون فيه. صحيح. وماتش النهارده برضه بتاع الاهلي ده مش سهل. صحيح. فتبص تلاقي يعني اتحاد الليبي او ده طلعوا، هيطلع نهائي، هيبقى مباراه صعبه. هي يعني بيبقى ميزه بس للنادي الاهلي ان هو على ارض مصر وفي وسط جمهوره وفي وسط الناس والحماس والاولاد. بصراحه كابتن عاصم محمد عامل حاجه كويسه جدا يعني من بدايه المباراه انا شفتها. بيحاول كل مباراه متابعه معاه بيحاول يوزع مجهود اللعيبه كلها على المباراه نفسها. ودي لقطات عشان... كابتن من ماتش جي اس كي اللي شغال دلوقتي الاتحاد الليبي. اكيد هنعرف النتيجه برده من حضراتكم، ده لايف طبعا لايف، ما ده ماتشات لقطات لايف جامده برده. وخليني اقول لحضراتكم انه كمان ما حدش يقدر يتوقع النتيجه بتاعتها. كابتن جي اس كي طلع نادي سبورتنج في مفاجاه من العرب بهيف سكور كمان. دي مفاجاه. دي مفاجاه. فجي اس كي فريق عنيد، فريق قوي. هو اللي خلى الوقت احنا عايزين نعرف الوقت قد ايه يعني نبقى نقدر نحكم. اكيد 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 زمايلي في الاعداد هيبلغوني. اكيد هيبلغوني. طالما كابتن هيثم النتيجه متقاربه فانت ما تقدرش تحدد. ما تعرفش. صحيح. وبعدين هي فعلا شايفين ده تاني كارت احمر شفناه. تاني كارت احمر على فريق جيسكي. احنا شفنا من لحظات كان في كارت احمر اولاني، بس تالي الكارت الاحمر ده يا كابتن بيبقى نتيجه تكرار الدقيقتين او ممكن يكون استبعاد سلوك او استبعاد مباشر. يعني ممكن يبقى كارت احمر مباشر او تكرار الدقيقتين. بس اللي شفناه اللي قبل كده كان بسبب دقيقتين يعني. بس بيعوض يعني، هو حتى بيعوض استبعاد مباشر بيعوض. بس برضو ده مش غريب شويه يا كابتن يعني، ده برضو يعني ماتش زي ده المفروض اللعيبه تبقى حريصه انها ما تستبعدش كارتين حمر في اقل من 3 دقايق. المباراه نفسه اللعيب بيبدا يفرد بيبقى العنف زايد شويه. خلينا يعني نتكلم اكتر، يلا يعني نخش في مباراه النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيلعب وداد سماره، وداد سماره معلومات عنه سريعه. وداد سماره هو بطل المغرب 3 سنوات، هو انشئ سنه 2001 وهو 3 سنوات بطل، اخر 3 سنوات هو بطل المغرب دوري وايضا بطل المغرب كاس. والسنه اللي فاتت احنا قابلناه في بطوله افريقيا ايضا، وكان الفوز حليف النادي الاهلي. فرقه كويسه، فرقه مجتهده جدا. الدوره اللي قبلها دائما الدوره اللي قبلها اللي كانت فيها غدير دور الاربعه برضه. دور الاربعه بالظبط. فهو فريق يعني شاب صغير، فريق بيبتدي 2020 جي اس كي والاتحاد الليبي. انا بقول لحضرتك الدقيقه 23، 7 دقايق دول مهمين جدا جدا. واضح ان المباراه على محدش يقدر يحكم المباراه دي مين بالظبط. لانهم الاثنين نتمنى الاتحاد الليبي طبعا. طبعا اكيد الاشقاء العرب طبعا نتمنى الاشقاء الليبيين كل التوفيق يا رب ان شاء الله. فمباراه النهارده مع وداد سماره مباراه مش هتكون سهله، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحسمها منذ البدايه باذن الله. اروح لكابتن احمد توقعاتك للمباراه، واكيد هسمع برضو توقعات كابتن سمير. اتفضل يا كابتن احمد. والله انا متوقع ان المدرب زوراندا بتاع هو خلي بالك يا كابتن هيثم، الماتش اللي فات بتاع فاب دوت كان وداد سماره خسران فرق 5 فاب. فبدا يطلع يلعب برس عالي وحاجات من دي كلها، وكانت النتيجه ان هي انقلب السكور لفرق 4 اللي وداد سماره. ده كانت فانا متوقع ان ممكن هيلعب علينا عالي النهارده. بس احنا عندنا خبرات وعندنا طبعًا. عندنا طبعًا. يا ريت احنا نتمنى ان هو يلعب عالي. يا ريت ما لعبش 6-0 ولا 5-1 ولا الكلام ده. هو لعب 6-0، ما احنا عندنا قوه الضربه شغاله. احنا عندنا لو لعب بره عندنا التحركات بتاعت اللعيبه. فرقتنا الحمد لله كامله وعندنا اسلحه كتير جدا. بس مباراه النهارده مباراه قبل النهائي، وعلى فكره يعني حق مشروع لاي فريق انه يفكر انه يوصل نهائي. اكيد يعني وداد سماره من حقه يلعب. اكيد طبعا يعني. بس احنا اولادنا خبرتهم في المباريات اللي هي السيمي فاينل وباذن الله الفاينل. يعني انت توقعت حضرتك النهارده ان هم في الدفاع ممكن يقابلوا بدري شويه. وكمان ممكن يقابلوك بدري. وهم انا بس بخاف من حاجه واحده بس في فريق وداد سماره، الارتداد بتاعها من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع سريع جدا. وعندهم اللعيب المحترف تاتي دوت مش وحش.
اللاعب المحترف بتاعهم كويس جدا. اللاعب المحترف هو بتاع من الكونغو. لاعب من الكونغو دوت, واصلا هو بيدرس, هو باك ليفت. يعني هو باك ليفت, هو من بيدرس في المغرب. يعني اللاعب ده اللي اسمه طاطي باين ولا لا؟ عارف يا كابتن سمير, انا على المواقع بتابع في لعيبه كتير جدا جولهم عقود احتراف في البطوله دي مش من مصر, من لعيب الافارقه, وده دليل ان افريقيا السمراء بتتقدم جامد جدا. بتتقدم خلاص, ما بتتقدم عندهم رقم خمسة بتاع الباك رايت بتاع جي اس كي. جاي له هو ده بالاخص, مش عايز اقول هو ده الاخص بتاع جي اس كي, لان هو كان نقطه التحول في ماتش سبورتنج. خلينا نقول ان ماتش سبورتنج احمد الاحمر بيلعب مع سبورتنج ومحمد علي, يعني سبورتنج واخد اقوى اثنين, اقوى يعني اثنين لعيبه في نادي الزمالك. وانا اعتقد ان الماتش فك من سبورتنج, يعني هو النتيجه مش المفروض تطلع كده, بس فرقه سبورتنج فك. لو اتعادل الماتش 100 مره سبورتنج هيكسب. طبعا. ايوه لما جه سبورتنج خسر في التمهيدي, فاحنا قلنا هو عشان ما يقابلش الاهلي. انما الماتش بتاع هم اتسرقوا في الماتش, اتخطف منهم قبل ما فاقوا كان الماتش. بعدين حتى المحترفين, انا اول مره اشوف محمد علي واحمد الاحمر. تمام. طيب في خبر كمان هيسعد جماهير النادي الاهلي ايضا, زي ما قلنا لحضراتكم دائما ابدا بنتابع كل البطولات في كل القطاعات. كره القدم النهارده في انجاز كبير حصل, فوز فريق 2000 لكره القدم على الزمالك 3-1 كده, توج ببطوله الدوري. طبعا المدير الفني كابتن احمد سراج, الف الف مليون مبروك, بطوله جديده تضاف للنادي الاهلي. قطاع الناشئين الحقيقه في النادي الاهلي من اقوى القطاعات في مصر, وهو الممول الاساسي مش للدرجه الاولى بس عندنا, لا الانديه كتير جدا جدا جوه مصر. الف مبروك كابتن احمد, هنحاول طبعا نجيب كابتن احمد معانا ونهنيه ونبارك له. طبعا انشغلنا بكره اليد لا يعني لا يلهينها ابدا. بس والله كابتن انا سائل بره الماتش عمل ايه الماتش ده فين. والله كلنا متابعين يا كابتن. كل النادي الاهلي كده, النادي الاهلي في كل الالعاب يعني. شوف انا حضرتك يعني جاي للاستوديو التحليلي بتتابع فريق 2000 عامل ايه. والله فاحنا لا فاز 3-1 يا كابتن, بديك بقى النتيجه والحمد لله فوزنا. مبروك ومبارك له كلنا طبعا, مبارك للنادي النادي الاهلي كله طبعا. انجاز كبير الفوز على الزمالك 3-1, نتيجه يعني مرتاحه. كابتن احمد اكيد هيكون معانا ونبارك له ونبلغه طبعا مباركه وقناه النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن احمد. هو المباراه النهارده قصدي اقول خلي بالك في نقطه مهمه جدا يا كابتن برضو, بتهيئ لي حضراتكم اكيد حاطينها في الحسبان. بكره ماتش النهائي, عندك ماتشين في اقل من 24 ساعه, عندك لعيبه مصابه, عندك لعيبه ايضا لسه راجع من اصابه, فالموضوع محتاج توزيع حمل بشكل كبير جدا. الحمد لله احنا على فكره النادي اللي يمكن الوحيد اللي الاصابات فيه يعني على قد ما اللعيبه كبيره وداخلين في الاحتراف والحاجات دي كلها, بس ما بيبقاش مؤثر قوي كفريق. يعني عندنا عدد ما شاء الله. عندنا عدد كابتن عاصم ما شاء الله, فاي حد بيسد يعني. اي حد يعني انا شفت محمود زكي مثلا بيلعب في الوينج ليفت. تمام. يعني ممدوح طه اتصاب, حماسه جه مكانه وسد الدنيا كلها برده مع اللي موجود. الولاد في ولاد طلع سنها صغير مكمله جامد يعني. احمد حسام مكمل في الرايت كويس. حسام هي محمد عصام في الجول جامد لسه اول سنه يلعب. محمد عصام جامد جدا جامد. عمل ماتش السوبر كويس, عمل البطوله كلها كويس. ونعيم محمود نعيم برده بتكلم على الصغيرين في السن اللي هم اول مره يلعبوا درجه اولى. هو كابتن عاصم محمد بصراحه زي ما انا قلت لك في الاول ان هو بيحاول يوزع مجهود اللعيبه على كل مباراه. الناس اللي معاه في السكور بيحاول يوزع. تبص تلاقيه بدا بالتشكيل في ناس بتغير في دفاع وفي ناس بتغير في هجوم, بيجي على الدقيقه 15 كله كده تبص تلاقيه بيغير بيريح ناس بينزل الشوط الثاني يكون دول مجهودهم الثاني رجع تاني تبص تلاقيه بيتحملش. هو لا هو بيدير المباريات بشكل دي ما بتخليهوش دي ما بتخليش هو كان راسم ان لما يطلع الدور الاربعه يبقى بقوه. طب كابتن انا اسف بقطعت حضرتك, ماتش الاتحاد الليبي جي اس كي 23-21 الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي فاز. هو الاتحاد الليبي في الدقيقه 27 خلاص الاتحاد الليبي بشكل كبير رايح على الفاينل باذن الله. واحنا لعبناه في المجموعه فوزنا 28-20 برضه ان شاء الله. يعني اذا فوزنا النهارده وقابلنا في النهائي ان شاء الله ان شاء الله نفوز. بس انا بتوقع الاتحاد الليبي في الفاينل هيبقى حاجه ثانيه. بتوقع الاتحاد الليبي فرقه اي فرقه بتوصل زي ما انت قلت يبقى ليه امل ناخد الاول. ليه ناخد ليه لا؟ سبورتنج خسر. وخلي بالك الناس دي ما بتهبش
ان هو يلعب بره ارضه. برافو عليك. ما بيبوش. صحيح. يعني زي ما في ناس بتتاثر بالجمهور النازل ما بتنزل ولا اكن في جمهور اكنه بيلعب في ارضه. صحيح. الجمهور اللي بيشجع فريق الاهلي بيبقى ضغط على الاهلي اكتر منه من ضغط عليه. ضغط على الناس. الله ينور عليك. بيبقى الناس مضغوطه خايف يزعل الناس دي كلها. بتبص تلاقي اللاعب بيبقى لاعب ضغط عصبي ضغط عصبي. فالفرقه الثانيه بتلعب مرتاح اعتقد. كابتن النهارده شايف كابتن عاصم يعني قلنا عندنا مباراتين ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يعني شاء يعني مقاطعه نتاهل باذن الله. عندنا مباراتين في 24 ساعه. حضرتك بتقول في يعني توزيع احمال كابتن عاصم محمد بتتابع ازاي خاصه ان احنا بعد 3 4 ايام من دلوقتي عندنا الدوره المجمعه نهائيا لتحديد بطل الدوري يا رب وفقنا فيها وبعديها الكاس 15 مايو باذن الله فاينل الكاس. الموضوع صعب يا كابتن يعني في اسبوعين عندك حصاد الموسم كله. ما خلي بالك اللي خلى الكابتن عاصم قدر يخرج اللعيبه من مود الماتش بتاع الاهلي والزمالك السوبر ويطلعهم من الكبوه اللي كانوا فيها ديت ولعبوا بأول تاني يوم على طول لعبوا مباراة وفزنا فيها برضك. هو قدير ان يقدر كابتن عاصم محمد بصراحة ومحمد علي. خليني اقول لكابتن عاصم كمان من اكتر مدربين في النادي الاهلي اللي حصل على بطولات افريقية مع افريقية كريم. عنده الخبرة دي وعنده بيقدر يأهل اللعيب نفسيا للمباراة. فهو ان شاء الله بس احنا نفوز النهاردة وبعدين نبقى نفكر في مباراة. ما احنا ما نفكرش في مباراة بكرة قبل ما نفوز النهاردة. فان شاء الله بامر الله يا رب العالمين نفوز النهاردة مرتاحين. وكابتن عاصم بصراحة يعني راجل بيلعب كل شغله هجوم خاطف. يعني دي حاجة كويسة. الماتش الاخير ده كله كان هجوم خاطف بالظبط. بس خلينا اقول يا كابتن هجوم خاطف عشان احنا ناقشنا الموضوع ده كتير في المباريات السابقة. المباراة الاخيرة كان هايل طبعا. حطينا حوالي 8 اجوان او 6 اجوان لا 9 اجوان من الهجوم الخاطف. ولكن الهجوم الخاطف كان المباراة قبل كده تقريبا شبه غائب. يعني مباراة السوبر مباراة السوبر الزمالك كسبك ازاي؟ يعني الزمالك كسبك في اخر 5 دقايق. انا بقول لك ما انا بقول لك احنا فقدنا السلاح. يعني ده اخر دقيقه. نتيجه كام يا جماعه الماتش كام؟ كام نتيجته؟ معلش كام يا جماعه انا مش سامع. يكون فرق واحد 23-22 المباراة على صفيح ساخن. يعني هو 23-22 للاتحاد الليبي وفرق دقيقة فاضل دقيقة تقريبا. المباراة يعني على صفيح ساخن تلات. لا هي 22 دلوقتي حط جون اهو تعدلت النتيجة على الشاشة 23-22. خلينا اقول لحضراتكم ان يعني نتابع مع بعض الدقيقة دي تايم اوت. الطلب اللي طلبوا اكيد نادي الاتحاد الليبي واضح ان هو اللي طلبوا لان هم اول الفرق اللي نزلت. فاضل دقيقة تقريبا دقيقة والكرة مع الاتحاد. فاضل دقيقة وقت مستقطع. بس الحقيقه جي اس كي امانه يعني الفريق ده انا تابعته البطوله اللي فاتت بتتقدم بطوله بعد بطوله. وخلينا نقول ان الكونغو سيدات ورجال بتقدموا في اليد والجابون كمان. والجابون والرجال وسيدات بتقدموا في اليد كده كبير. وانجولا لا انجولا سيدات السيدات انما السيدات احنا بصراحه يعني لو خدنا الاهتمام والاداء اولاد احنا بقى السن الصغير زي ما كابتن احمد قال الاتحاد مهتم بالسن الصغير. وطارق خالص ما دكتوره منى عملت شغل جامد جدا الاربع سنين طبعا خمس سنين. وكان فانت لازم تحتك ككبار يعني دي طبعا لقطات من الجمهور يا كابتن والمشجعات. دي طبعا جي اس كي كونغولي اكيد ده من السفاره الدبلوماسيه او البعثه الدبلوماسيه هنا. وتبقى لطيفه جدا الدنيا لما بتلاقي يعني كل الجاليات بتتجمع في شط النادي الاهلي بتبقى حاجه جميله جدا. وده طبعا الفرق الرياضيه زي ما يكون سامعني المخرج الحقيقه. طبعا الفرق الرياضيه اللي موجوده في 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 المدرجات بتتابع المباراه دي طبعا اخر دقيقه والهجمه للاتحاد الليبي. لو الاتحاد الليبي حط الكره دي شكرا يا كابتن خلاص واخد هو الوقت لو بخبرته يقدر يمشي الكره بس يهاجم ايجابي. ودي لقطات يا كابتن من لاعبتنا قاعدين. ده السلم اللي راح صاله الامير عبد الله الفيصل. ده السلم اللي بيطلع على المباراه ده فايز ده اللي بيطلع على الدور الثاني قدام اوضه اللبس على طول. ده طبعا اللعيبه قاعدين اللي بيضيعوا لا بتهيألي جابوا جون. لا ما اتحسبتش. لا ما اتحسبتش. طب دي هجمه مهمه قوي لجي اس كي طبعا. احنا عشان نبقى مع حضراتكم احنا دايما زي ما عودناكم طبعا دي لقطات حيه من الناحيه اليمين او على الشاشه نصف الشاشه للفريق النادي الاهلي. هو قاعد بيتابع المباراه اللي قبله. ودي المباراه مهمه جدا الحقيقه. الاتحاد الليبي يعني عامل اعداد كويس وهجمه جامده لجي اس كي بلنتي دي ضربه جزاء دي يا كابتن ولا فاول؟ فاول عادي عشان الاشاره مش باينه. هو فرق جون فرق جون تالي الكره دي تالي خلاص هم لازم يلعبوا
15 ثانيه يا جماعه، خلوا يعني خليني اقول لكم فاضل 15 ثانيه. الكره دي، ما هي الكره دي مهمه جدا، صدق خلاص خلاص كده نقدر نقول الاتحاد الليبي الف مبروك. الاتحاد الليبي، الاتحاد الليبي كسب 23-22، الف مليون مبروك الاتحاد الليبي في نهائي افريقيا. وزي ما احنا شايفين حتى جمهور النادي الاهلي بيأزرهم، طبعا اشقاء عرب اشقاء ليبيين، الف مبروك. اسيبكم على لحظات الفرحه للاتحاد الليبي. خليني اقول لكم انه لحظات جميله، يمكن دي اول مره في تاريخ الاتحاد الليبي يا كباتن يوصلوا نهائي كره افريقيا بطل الكوره. ويوصلوها فين يا كابتن؟ على ارض النادي الاهلي. لا لا خلي يعني الحقيقه انا فرحان لهم جدا. يعني بص حتى بيغنوا مع جمهور النادي الاهلي. لا يعني هو ده الفرق. بصوا يا جماعه هي دي بقى اللي بقولها عليها، الرياضه يعني بتنجح في حاجات كثيره جدا ممكن ما بتنجحش فيها امور ثانيه. النادي الاهلي يعني الاشقاء الليبيين طبعا على ارض مصر بيحتفلوا بتأهلهم للدور للمباراه النهائيه بطوله واحده. هو مش عايز حاجه ثانيه بامانه يا كابتن، احنا فرحانين. ما انا بقول لك هو كده مش عايز حاجه ثانيه، يعني احنا فرحانين جدا مش عايز حاجه. يعني هو وهيلاقي النادي الاهلي باذن الله، باذن الله في الفاينل هيبقى يعني لقاء عربي افريقي خالص. خليني اقول ان دي لحظات جميله جدا، وبنبارك الاتحاد الليبي الف مليون مبروك تأهله للمباراه النهائيه. هارد لك جي اس كي خرج نادي سبورتنج، ولكن طبعا انا عايز اقول لكم دي طبعا اشقاء ليبيين كمان وسط جمهور النادي الاهلي، حاجه جميله جدا. الرياضه بتقرب الشعوب. كنا نتمنى طبعا النهائي يبقى مصر ليبي او مصر او يعني ثلاث الفرق بالظبط. بس مفيش مشاكل خالص. الاتحاد الليبي يعني الفرق من الفرق يعني العزيزه على قلبنا، الف مليون مبروك. بعد لحظات اكيد هتنطلق مباراه النادي الاهلي ويكون النادي الاهلي. بصوا الفرحه، الفرحه كبيره طبعا. خلي بالكم يا جماعه فرحه كبيره جدا للاتحاد الليبي، عملوا مباراه كويسه يستحقوا بامانه، يستحقوا. حتى مباراتهم مع النادي الاهلي في المجموعه لعبوا بكل قوه بصراحه، يستحقوا. دي لحظات جميله يعني، يا ريت حتى يا جماعه لو ينفع نجيب لقاءات ليهم وهم في الفرحه دي يبقى كتر خير. يعني لو محمد سعيد في ارض الملعب يقدر يجيب لنا او نستضيف مجموعه من اللاعبين هتكون جميله جدا الحقيقه، نسمع تعبيراتهم وفرحتهم مباشره عندنا على شاشه قناه النادي الاهلي. كباتن خليني ارجع لحضراتكم تاني كده. الاتحاد الليبي اول يعني متأهلين، اول متأهلين. بتهيالي يا كابتن هيبقى برضو ماتش وداد سماره، والاهلي برضو هيبقى فيه نديه ان شاء الله. النادي الاهلي كل الناس ما كانش متوقع الاتحاد اللي بيكسب. برافو عليك. يعني كان كله متوقع جي اس كي. فهو برضك يبقى لازم الاهلي يعمل حسابه في حاجه زي دي. صحيح. الاهلي لازم ياخد درس من المباراه دي وينزل في الرياضه ما فيهاش. صحيح. الرياضه ما فيهاش. يمكن دي يا كابتن اخر هدف، هدف الفوز كان تقريبا للفرقه، ودي تقريبا برضو يعني لا دي بعض اللقطات المهمه في المباراه. بس بص يا كابتن ارجع واقول لحضرتك ان الموضوع هيبقى صعب على منتخبات مصر بعد كده. الفرق الافريقيه حتى لو مش هتقدر تكسبك هتتعبك. يعني بس هيجي وقت هتقدر تكسب شباب، لانه بيجيبوا مدربين كويسين دلوقتي وبيصرفوا وبيعملوا. فبص تلاقي والحقيقه برضه الاتحاد الدولي برئاسه المهندس حسن مصطفى الحقيقه بيدعم افريقيا. بيدعم افريقيا الثالث عامه، مش ومنصور وأريمو رئيس الاتحاد الافريقي كمان عامل شغل كويس. هم مبسوطين جدا ان هم من الدوره دي، وانا عرفت ان هم عايزين بقى يعملوا دوره في شهر شهر 10 بطوله الابطال. عايزين النادي الاهلي يستضيفها وان شاء الله خضر العودي كان معانا. وفي عايزين مصر تستضيفها، وطبعا اقرب المرشحين في مصر النادي الاهلي يستضيفها. دي حاجه يعني حاجه كويسه جدا طبعا لما هم يبقوا مبسوطين من الدوره دي والتنظيم والكلام ده، يبقى دي حاجه كويسه. عارف يا كابتن يعني كان كابتن منصور أريمو رئيس الاتحاد الافريقي كان يعني ضيف عندنا على حلقه على كامل قناه النادي الاهلي، قال انه لما بنلاقي تنظيم، لما دكتور مدحت البلتاجي يكلمه قال له ده الاهلي مقدم ينظم البطوله، قال له اخيرا مصر. يعني والله قال له كده، قال له اخيرا مصر. يعني كانوا مستنيين نستنى عايزين ما بالك بقى ان النادي الاهلي من مصر هو اللي طلب تنظيمها. فالحقيقه كانت عندهم فرحه كبيره، وقال لك خلاص انتهى الموضوع، بلغهم احنا موافقين. دول مبسوطين جدا، انا قريتها مش عارف، مبسوطين جدا من الاقامه. الاقامه حاجه كده على طول. يعني الاقامه دي نص الدور. صحيح. اقامه لعيبه مش التغذيه والتغذيه والتغذيه والكلام ده تمام. يعني مش اقامه لعيبه بس، والامن والامان والتنقلات كل حاجه كانت بتحطها. لا بصراحه يعني الحقيقه يعني النادي الاهلي وصل رساله كبيره جدا لكل دي كواليس المباراه طبعا، دي اوضه اللبس
المخصوصه لفرق النادي الاهلي، هو بيبقى في اوضه اللبس قصاد بعض دي. ده طبعا فريق وداد سماره وهم في اوضه اللبس بتاعتهم. الناحيه الثانيه اوضه اللبس هيكون فيها النادي الاهلي. واضح المعلومات العاليه لوداد سماره. طبعا واضح طبعا ان هم اكيد مش نازلين الاهلي واضح مستواهم السنه دي مش زي السنين اللي فاتت. هم احسن مستواهم متقدم احسن او احسن. هم خسروا المباراه في الدوره دي بس بص يا كابتن يعني فتحوا الباب ودخلوا كاميرا قناه النادي الاهلي وبص السعاده لا جو جميل جدا. لا 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 هم الناس لا هي الدوره احنا احنا عاده انا كابتن لازم احنا شعب طيب. ودود اساسا لسه بنقول معز بن محفوظ المدير الفني لفريق الاتحاد الليبي مع زميلنا محمد سعيد. اتفضل يا محمد. مش هتروح من بره كابتن هيثم السعيد. تحياتي ليك مجددا من صاله الامير عبد الله الفيصل. وقبل انطلاق مباراه الاهلي ووداد سماره مع الكابتن معز المدير الفني التونسي لفريق الاتحاد الليبي. كابتن معز بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وبنقول لك انجاز كبير ليك ولفرقتك وفي ليبيا تحديدا ان اول فريق جماعي يصل لمباراه نهائيه في لعبه كره اليد في البطوله الافريقيه اللي نظمها الاهلي هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر اللاعبين اللي قاموا بمردود كبير. فعلا احنا شاركنا ببطولة عربية الشهر الماضي، قمنا بانجاز تاريخي بالنسبة للاتحاد الليبي، تحصلنا على المرتبة الثانية، واليوم احنا تحصلنا على معناها وصلنا للفاينل، زاد انجاز في حد ذاته اللي نعلمه انا معناها احسن مرتبة تحصل عليها الفريق الاتحاد الليبي هي المرتبة الخامسة في البطولات الافريقية. الحمد لله على الانجاز هذايا، وهذايا الفضل كله يرجع لاداره نادي الاتحاد الليبي اللي اعطت الثقه فيا وفي اللاعبين، واللاعبين اللي قاموا بدور كبير وكانوا مركزين في البطوله هذه، وان شاء الله القادم افضل. حققت الفوز على جي اس كي الكونغولي 23-22 في اللحظات الاخيره، كانت مباراه عصيبه لفريق الاتحاد الليبي، كيف تراها وتقييمك او كيف تتابع المباراه النهائيه خاصه ان احد الفريقين كان معك في نفس المجموعه فريق النادي الاهلي؟ صحيح كانت مباراة صعبة كما مباراة الربع النهائي مع فريق هليوبلس المصري اللي هو فريق ممتاز يلعب في كرة يد حديثة. الحمد لله اللاعبين معناها في الستة شهور اللي دربتهم غرسنا فيهم ثقافة الفوز، كيفاش في الدقائق الأخيرة كيفاش يتحملوا معناها يلعبوا مع الوقت ومع النتيجة. الحمد لله نجحنا في مباراة هليوبلس، واليوم نفس الشيء كنا في بين الشوطين منازمين فرق هدفين، عدلنا شويه الدفاع نتاعنا واخترنا اللاعبين اللي عندهم حركيه اكثر، والحمد لله نجحنا وكنا فايزين في الاخر. ان شاء الله نهائي عربي باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نهائي عربي، ان شاء الله نقدموا وجه باهي لكره اليد الليبيه ويتعدى نهائي ممتاز ان شاء الله مع يكون عربي ان شاء الله. كابتن معز بشكرك بنتمنى التوفيق لفريق الاتحاد الليبي والكره الليبيه. شكرا يعطيكم الصحه انتم. شكرا جزيلا. كابتن هيثم السعيد هذا اللقاء مع الكابتن معز المدير الفني لفريق الاتحاد الليبي الذي استطاع لاول مره في تاريخ ليبيا في كره اليد يصل لنهائي بطوله قاريه افريقيه، والمواجهه المنتظره باذن الله في هذا التوقيت. الاهلي ووداد سماره بيستعدون في هذه اللحظات لانطلاق هذه المباراه في السابعه على صاله الامير عبد الله الفيصل، وهناك جمهور اتى من المغرب تشجيع فريقه، وايضا هناك جمهور من النادي الاهلي دخل الان الى صاله الامير عبد الله الفيصل يقدر عددهم من 150 الى 200 مشجع مع جمهور النادي الاهلي. اليك الكلمه كابتن هيثم. شكرا جزيلا محمد سعيد. لقاء جميل جدا الحقيقه لما نعرف الاتحاد الليبي بيقول ايه، خاصه ان دي اول مره في تاريخ اي فرقه جماعيه مش جماعيه فرقه جماعيه يعني او كره اليد خلينا نقول تخصيصا كره اليد توصل لنهائي افريقيا. الاتحاد الليبي عمل انجاز، ولسه قبليها بحوالي شهر في البطوله العربيه برضه واصلين فاينل. الحقيقه نادي الاتحاد الليبي بنبارك له بنقول الف مليون مبروك، ان شاء الله باذن الله يكون يعني نهائي عربي افريقي خالص. كابتن احمد يمكن يعني نرجع لمباراتنا، مباراه النادي الاهلي مباراه صعبه يمكن اللي حصل قبليها ان جي اس كي الناس كلها كانت متوقعه جي اس كي يكسب، فبرضه دي رساله للاعبين النادي الاهلي لازم ناخد الموضوع بجديه، لازم ننزل المباراه من اولها نلعب من اول 10 دقائق. كابتن هيثم لازم نمتلك زمان الامور عشان ما نتعبش بعد كده، وانا عارف ان اللعيبه بتاعتنا قادره على حاجه زي كده. طب تفضل دفاع يا كابتن نبتدي بيه. احنا 6-0 6-0 لازم 6-0 نلعب برس على الراجل المحترف دوت يعني رقم 10 تعطيل يعني 6-0 بس 6-0 ده ما يدهمش فرصه للتصويب من خارج، ما هو ما عندهمش غير هو الباك ليفت دوت اللي بيصوب بس الباقي كله بيخترق. بس عندنا دلوقتي في مشكله ثانيه الارتداد، هم بيجروا جامد. هم بيجروا ما دي اللي انا خايف منها. هم بيجروا فاست بريك كويس جدا، يبقى لازم احنا التخليص بتاعنا يبقى 100% صح مش كده يا كابتن سليم؟ طبعا على اساس، وبعدين هم حتى السنتر بتاعهم سريع على طول يعني
يعني الحارس سنتره سريع. السنتر هو كابتن عاصم محمد بصراحه يعني معود يعني فرقتنا بتجيد الدفاع 6-0 بالمقابله كويس جدا. يعني ما يعني مش 6-0 بيلعبوا 6-0 ثابته كده، لا بيجدوها بالمقابله، بيلموا على الفرود، بيلموا الكلام ده. والمباراه النهارده مباراه حراس مرمى برضه، مباراه حراس مرمى. عارف يا كابتن الكلمه دي انا بسمعها من كل نجومي في الاستوديو التحليلي، المباريات دلوقتي بقت حراس مرمى 50%. عندك مباراه حراس المرمى، عندك حارس مرمى جامد خلص الموضوع. هو الحارس بتاع وداد سمره كويس جدا. وبعدين عصام احنا عندنا ميزه ان بيعرفوا يطلعوا فص بريك كويس وبالمقاس. يعني لما كان كابتن عاصم خلي بالك لما لاعب زكي في الوينج ليفت ما لعبوش يعني حاجه كده، لا ده لعبوا الهدف، لان زكي من اول ما الكوره بتخلص بتلاقيه جوه، بتلاقيه جوه لوحده، بيبقى يعني في كابتن عاصم مرنهم الفص بريك على مرحله واحده على مرحلتين، بتبص تلاقي الجون مطلع له عصام مره طلع كوره وهو قاعد على الارض. صحيح يعني صحيح. اول باص سريع صحيح، بس فهو تبص تلاقي يعني مش ذكي عشان منه بيدافع في الوينج ده عشان وحش او حاجه في الدفاع، لا ده هو بيلعب عشان هو عارف ان سريع. نعم. ان سريع، مجرد ما الكره بتخلص بتبص تلاقيه جوه لوحده مع الهدف. طب توقعاتك النهارده ممكن يبتدي التشكيل ازاي يا كابتن؟ مين اللي ممكن يبتدي؟ طبعا دي عمليه احماء للفريق في ارض الملعب. اتفضل يا كابتن. والله انا يعني متهيألي هيبدا بعصام حارس مرمى، هو بقاله الفتره اللي فاتت بيبتدي بعصام اول الشوط الاول. عصام وهيبدا برضك ممكن يبدا بزكي في الوينج. تمام. وممكن يبدا على الدايره انا محمد ابراهيم. محمد ابراهيم يعني ده خبرته لازم، وهيبدا بنعيم في الوينج رايت، وممكن يبدا ب احمد حسام ممكن هيبقى في الرايد ويبدا باسلام في الهاف. في الهاف واستنى، هو طبعا خط الدار اي حد بيغيروا الاماكن بيبقى او ممكن يبدا بحماصه يعني لا وممكن حماصه نفس الحكايه. وفي الباك ليفت عندك ممكن والله يخلي زكي في الباك ويخلي محمود في الباك ليفت. احنا في الباك ليفت ويخلي مصطفى خليل معانا. مصطفى خليل عندنا العدد كويس يعني عندك تغييره يعني. وزي ما قلت لك انه طب اخبار الاصابات ايه يا كابتن؟ اعتقد ان بكار النهارده ممكن يفكر الفك الكبيره من قبل ماتش 8 ليله ماتش كان بيسخن ربع النهائي. احنا عندنا الدكتور برضك يعني بيحاول. بس اقول لك على حاجه يا كابتن، اتفضل. بكار انا يعني مش عايزه يشارك في المباراه دي، هو كثير. انا عايز اجهزه للسوبر. انا عندي هنا معلش اكلمك بقى، ما انا عندي البديل تقريبا موجود في الملعب وشكله جاهز زي ما انت قلت. بكار في بديله يعني حتى لو سليم، انا قصدي كده حتى هو محمود عاصم سليم. كمان محمود عاصم من اللعيبه الصغيرين كويسين. هو بكار لو سليم يعني عندك البديل، مش عاوز اقول يعني اكفأ لا يعني يقدروا يبدلوا بعض غير كده. لا انا قصدي كمان ايه، من حته سلامه اللاعب والله مش حته الفنيه. انه اللاعب هو ما يشاركش كاساسي يعني ممكن يتزق سنه كده. ليه؟ انا عندي سوبر لسه. عندي سوبر، ده انا عندي ماتشات، ده انا عندي ثلاث ماتشات وبعد كده راح يومين ثلاثه وعندي ماتشين تانيين وبعد كده ده كاس وكمان ده كل ده بتتكلم فيه. انت لاعب سوبر في دوري، انت لاعب دوري مجمعه في سوبر في افريقيا، دوري مجمعه في كاس، في كاس. كل ده في قد ايه؟ في اقل من شهر. فهو لازم، انا قلت لك هو كابتن عاصم بيعرف يوزع مجهود اللعيبه. خلي بالك برضو احنا ممدوح طه غايب، ما مش هيلعب. مؤثر جامد. مؤثر ولاعيب مؤثر. بس ما انا قلت لك برضك يعني حضرتك بص يا كابتن، في بديل كتير عندك في وده اللي عمله كابتن عاصم في بدايه اعداد الفريق. هو كان عايز ان الفرقه ما تقفش على لعيب يقعد، ما تقفش على لعيب يعني. هو يا كابتن عاصم معلش يا كابتن سمير، لو حضرتك بصيت كده كل اللعيبه دي اساسيه. صحيح يا كابتن، كل اللي بيسخنوا صوت دول كل اللعيبه اساسيه. صحيح. ولو 16 لعيب دول يقدر يخش. مش قادر يلعب وبتساله دلوقتي في السيمي فاينال ده يقول لك قادر. انا عايز العب. عاوز العب. ما ده النادي الاهلي. يعني هيلعب بروحه، هيلعب ويغطي الاصابه. صحيح. هو ده مش هتجيله تاني. خلينا نقول يا كابتن ان حتى ماتش السوبر اللي ما توفقناش فيه احنا كنا الاقرب. ايوه. كل الناس وكل اللي شافوا احنا كنا الاقرب. احنا اخر خطفنا في الاخر. هو ماتش السوبر ماتش هايل والله، اتعمل يعني عملوا جيم بصراحه. هو هارد لك يعني في اخر الخمس دقايق الزمالك. بس يا كابتن كل ضيوفنا وكل اللي تابعوا المباراه اللي بيشوفوه، والله بتكلم بكل حياديه مش عشان احنا قناه الاهلي،
الاستوديو التحليلي كان في منتهى الحياديه وكنا بنتكلم يعني بكل بقيم مبادئ الاهلي. ولكن كابتن احمد عطار كمان احنا بنتكلم فنيه، بنقول ان اللي كان متابع للمباراه كان احق، كان شايف النادي الاهلي اقرب وكان عنده ثقه النادي الاهلي هيخلص. النادي الاهلي كان فارق جونين بالظبط، بس هو ما قدرش بقى الهم اللي فده انا ما بعتبرش، معلش يا كابتن، ماتش السوبر ده ما بعتبروش خساره. لا لا لا، وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، انا بعتبر فرقتين لعبوا كويس وفرقه كابتن. هو ماتش السوبر ده مؤهل ليه يا كابتن عايز؟ ماتش السوبر ده مؤهل لبطوله العالم. ما احنا ما رحناش السنه اللي فاتت، بس هي بطوله، بس هي بطوله، هي بطوله، هي بطوله، يعني قصدي اقول يعني هي بطوله مهمه والنادي الاهلي دايما بيخش، بس قصدي اقول ايه؟ قصدي اقول ان احنا ما تعتبرش خساره. لا لا، الفرقتين لعبوا كويسين، كون فرقه توفيت الحمد لله ما اثرتش علينا في الله ينور عليك يا كابتن السير بتاع، يعني ما جيناش نبص لقينا فرق خمسة، لا فرق ستة، او ولادنا قصروا ماتش الزمالك. ايوه انا عارف، 21 18 باسبوع قبليها باسبوع يا كابتن، كان ماشي جون جون، تتعادل تفرق جون، هم يفرقوا جون، وانت فرقت اتنين اللي جاب المباراه. احنا قلنا رجعنا قلنا حارس المرمى بتاع الزمالك صد كورتين طلعهم نالت ضايع يا كابتن سمير، ايه وبنالت ضايع منك، والبلنت اللي ضاع اللي هو والكره الاخرانيه، فهو لا باي مقاييس لو اتعادل ان شاء الله الماتش ده تاني هو كان لعيب باين كان فايز وكان واحد هو البلنت اللي اثر اللي هو ضيعه محمود داعي، والكره الاخيره اللي دخلها برضك بس خلاص، يعني هو ده ماتش لحاله، ماتش راح لحاله بقى، والنادي الاهلي ما بيقفش خالص على بطوله، النادي الاهلي مليان بطولات وربنا يوفقهم تاني يا رب، وتالت ورابع ان شاء الله افضل كتيره. بطولتنا ناجحه باذن الله بكافه يعني المقاييس، ان البطوله ناجحه الحمد لله، وباذن الله تكلل بالنجاح باذن الله ان شاء الله. طب كابتن هسالك سؤال، انت تابعته السنه اللي فاتت بطوله افريقيا بثلاث كؤوس على شاشه قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي قابل وداد سماره السنه اللي فاتت في نفس الموقف ده بس في المغرب، وانتهت المباراه 33 18 كسبنا فريق سكور كبير. شايف ده ممكن يحصل النهارده؟ لا كابتن، عيني في عينك. لا هو يعني لا هو ده سمرة، وده سمرة تقدم، لان ما انا بتكلم على كده تقدم، وده سمرة تقدم، وخدوا خبره كبيره، ومشاركة الافريقيه اكيد مش هيبقوا زي السنه اللي فاتت. لا هم تقدموا، والدليل على هم ما هم دي ثالث مره يخش دور الاربعه. صحيح، بس هو دخل دور الاربعه المره اللي فاتت لان مجموعته كانت سهله وكان على ارضه. لا كان على غدير، كان غدير في المغرب يعني في المغرب، يعني في المغرب، بس ما كانش ملعبه، بس هو بس كان في جمهور بيجيله بيوجع. ايوه انا بتكلم على كده، يعتبر معاه في المغرب زي ما احنا في مصر كده بنلعب في اسكندريه مثلا، خلاص ملعبه. والسنه اللي قبلها برضو او البطوله اللي قبلها كانت في بوركينا فاسو برضو، كان واصل دور الاربعه وقابل الاهلي خلاص. بس انا اعتقد ان الفرقه متغيره، يعني مش هي الفرقه اللي احنا لعبناها في السنه اللي فاتت. انا فاكر كانوا جايبين لعيب من سبورتنج، كانوا جايبين، وكان مدير فني مصري، انا كنت فاكر عبد السلام بتاع سبورتنج، نادي سبورتنج. وخليني اقول انه احنا برضو يوميها قلنا المباراه هتبقى قويه، بس كان فريق الاهلي ساعتها كان طالع من السوبر، كان حصل لهم كيرف كمان، انت نسيت البطوله دي يا كابتن، لما خدنا ماتش السوبر حصل لنا كيرف جامد نزل، وضع طبيعي يعني، لما تخسر بطوله وتخش بطوله تانية ممكن يبقى عندك الدافع. أيوة. يعني لما بتكسب كيرف بينزل غصب عنك، كيرف بينزل زي ما يقولوا كده بلغه الرياضيين، بينزل يشرب من البحر. أيوة. فهو يعني كان بطوله صعبه، فنفس المشهد يتكرر بس على ارض النادي الاهلي، بيتهيألي ده يعني ممكن يخلي بوداد سماره لاعب الاهلي قبل كده ما عندوش رهبه. ما انا قلت لك ان الفرقه تبقى قاعده ارضي على ارضهم، يبقى عندهم رهبه من ضغطكم. هنا دلوقتي ما عندوش اي ضغط على نفسه. بس المباراه النهارده ان شاء الله تمشي باذن الله، هنكسب، تمشي. نفسي يا كابتن، مش 33 18 نفسي نكسب، قلت 33 19 مثلا. لا بيتهيألي هيكون ماتش قوي، خاصه في البدايه، في البدايه هيبقى الماتش قوي. وخليني اقول لك كابتن انه انا اتمنى ان شاء الله تبقى اول بطوله نادي الاهلي يحصل عليها السنه دي في كره اليد باذن الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله ونكلل بالدوري باذن الله. يا رب احنا كسبنا على ارضنا فولي وباسكت ويعني فولي بول رجال وسيدات ان شاء الله. مالها؟ ضد باسكت افريقيا. كانت 2016 ديسمبر 2016. انا بعتب على جمهورنا، لان لو حضرتك فاكر بطوله الباسكت كان الجمهور عنده ازاي في الصاله. هقول لحضرتك يا كابتن، يعني يمكن احنا برضو مش عايزين نظلم الجماهير، ممكن عشان هم حاسين ان مثلا الاهلي يد قوي. لا قوي النادي الاهلي، فرقته قويه هيكسب، يعني في ثقه ان الفرقه تكسب. بس ده برضو الجماهير بتيجي تحتفل، يعني انا بقى واثق فرقتي تكسب اروح. بس فريق الطايره رجال في الاخر الصاله كانت مقفوله.
يعني نهائي افريقيا يعني احنا طلع الجيش لا لو احنا وصلنا انا بكره في الملعب انا متوقع انا متوقع بكره في الملعب ايا كان موجود حتى لو لا باذن الله ان شاء الله في الملعب واحنا نلعب نهائي ان شاء الله. انا بقول للكابتن احمد احنا بره قلت له انا متوقع قلت له النهارده مش هيبقى فيه انا متوقع بكره الصلاه تبقى انا متوقع ان شاء الله. خلي بالك كابتن ما هو انا بقول لك احنا حضور المباريات في الملعب شيء تاني خالص طبعا احنا يعني طبعا كملوك الصلاه يعني بنحاول ننقل للجماهير طبعا الصوره ولكن في الملعب الدنيا تانية خالص يبقى حاجه تانية قصه تانية قصه تانية وانفعالات تانية بس ان شاء الله باذن الله بكره هنلاقي باذن الله حضور جماهير لان ماتش نهائي هنحتفل افريقيا ويبقى اول بطوله تخش كره اليد السنه دي في النادي الاهلي. طيب ارجع يا كابتن برضه توقعات حضرتك لسير المباراه انا شايف خلاص بيتهيأ لي يعني خمس دقائق وهتنتهي توقعاتك كره اليد احنا بنمشي باستراتيجيه كل 10 دقائق المدير الفني بيحط استراتيجيه او بيحط سيناريو للجيم توقع حضرتك المباراه النهارده هتمشي ازاي تبقى كلوز جيم ولا النادي الاهلي من الاول هيفرق ان شاء الله هو النادي الاهلي في اول هو عامه بيبقى بادئ كده بيبدا بدايه جامده ان شاء الله بقى هنبدا بدايه كويسه حتى نكسر نفسيتهم يعني لما نبقى كسبانين فرق 3 ولا 4 وبتاع تبص التيم وهم يبقوا مستعجلين ان يعوضوا الكلام ده والمباراه يعني بتبقى طويله فربنا ان شاء الله بامر الله يمشي الجيم مريح لينا على طول وان شاء الله ربنا سهل هنكسب. كابتن احمد بيقول يعني هتبقى لا انا متوقع والله يعني بعد المباراه نتكلم هنكسب كتير. خلي بالك 41 17 المباراه اللي فاتت مع يعني مع ريد ستار نتيجه كبيره قوي يا كابتن نتيجه وكنا ما شاء الله كويسين قوي يعني الفرقه داخله دور 8 دي ريد ستار يعني اكيد داخله بمجهود مش كل الشغل اللي حصل هجوم خاطف الماتش اللي فات لا وكل بس احنا خطفنا كور كتير يا سامي بس يا كابتن خطفنا هم كانوا ايوه لا وكل حاجه تصوير من بره كنا كويسين ضربات جزاء ما جليناش يمكن مش 12 ضربه جزاء انا فاكر الماتش ده تقريبا كابتن حتى بدليل الشوط الثاني الماتش اللي فات كابتن عاصم محمد الشوط الثاني قعد وخلى محمد عادل مرتاح خلى محمد عادل هو اللي وقف خلى محمد عادل هو وقف كاتش يعني الماتش كان مرتاح هو عارف. خلينا برضه نتكلم كابتن عاصم حماد الحقيقه اكتر مدير فني مسك النادي الاهلي حقق بطولات افريقيا مع مش استفاد بس والسنين اللي قبل كده السنه اللي فاتت دي هو عنده خبره افريقيا صح عنده خبره والله يا كابتن هيثم ان الكابتن عاصم كان جاله عقد السنه دي كويس جدا. في بدايه الموسم والله وفضل ان طبعا يا كابتن دي الاهلاويه ده اي اهلاوي مخلص كويس جدا في بره الموسم والله الامارات. بص يا كابتن اللي بيحب النادي الاهلي ما بيسالش بكام وفلين وليه والله العظيم صدقني يا كابتن. وكابتن عاصم حماد مدير فني ابن النادي الاهلي وحقق نتائج كتير يا جماعه السنه اللي فاتت احنا واخدين 5 بطولات من 6 بطولات والسنين اللي قبليها التاريخ كله واخدين بطولتين افريقيا برضه هو اللي موجود. انت قلت ابن النادي الاهلي مجرد ما النادي الاهلي يطلب منه حاجه يعني حاجه وخلاص يعني واحد زي انا الموسم اللي فات كابتن احمد هو مدير قطاع الناشئين اهو انا كنت نائب اكاديميه كره اليد طيب في حصل 2002 اللي انا خدت بيها البطوله وخدت بيها البطوله. عليا يا كابتن عايز عشان صاحبي بس خدت بيها البطوله برضك السنه اللي فاتت انا اول على مدرب قدم سالته وانا قاعد بتفرج على ماتش في الصاله لقيت الكابتن عاصم والكابتن احمد قالوا لي كابتن سمير احنا طالبين منك انا اللي وزعت عاصم إيه؟ حمام قالوا لي احنا عاوزينك تبقى ما ترددتش على طول والله ما قلت لهمش والله ما قال افكر حتى يقول لك هخش ونص الموسم ولا مش عارف ايه ويحصل ايه ما فكرتش ومسكتها وحققت بيهم بطوله الامارات السنه دي نفس السيناريو حصل ايه مسكت 2004 من اول السنه فات شهر من الموسم كان في مدرب ل 2002 قدم استقال برضك كابتن احمد كابتن عاصم قال لي سمير خليها ما زعلتش ما قلتش لا ده انا مش عارف ايه وبتاع لا ده انا على طول مطلع هنا كابتن هيثم صحيح رحت ماسك الفرقتين وماشي بيهم لاخر الموسم يعني انت كلاما على الكلام اللي انت بتقوله كابتن عاصم حماد لما جاله عقد ما النادي الاهلي عايز والله وما قال ده انا بالصدفه انا قاعد في المكالمه يعني بالصدفه انا ما قالش لا بص يا كابتن ولاد النادي الاهلي ده المتوقع منهم وكابتن عاصم احد ابناء النادي الاهلي المخلصين والحقيقه ياما فرحنا بصراحه احنا برضه ما نحبش نقول ايه ما لولا النادي الاهلي ما كانش هيبقى الكابتن عاصم حمد ولا سمير الجزار ولا كابتن هو النادي الاهلي برضك خيره علينا في كل حاجه طبعا طيب هو كابتن انا سمعت توقعات حضرتك للمباراه عايز اسمع توقعات كابتن احمد عشان نروح للمباراه لان خلاص لحظات وتنطلق اتفضل باذن الله ان شاء الله هنكسب وهنكسب زي ما انت حضرتك بتقول كده من الاول ولا ايه وضع السيناريو احنا لازم الاول 10 دقايق دي لازم نملك زمام المباراه لازم لازم عشان نفرق كلمتنا من البدايه ان شاء الله لان انا حاسس ان الفتنس بتاع وداد سماره جامد على فكره يعني عالي
خلينا نشوف يا كابتن مستمتع بالمباراه مع بعض، وان شاء الله نبارك لبعض بعد المباراه. ودي طبعا جماهير النادي الاهلي بتحتفل وبتأيد فريقها الحقيقه، وان شاء الله نتمنى بكره باذن الله الصاله دي ما يكونش فيها مكان شايف الجمهور لقدم الجماهير بتزيد يعني في على اساس في الناحيه الثانيه يمكن الكاميرا كانت شغاله لا ان شاء الله بكره الجماهير هتكون بشكل كبير متواجده في ارض الملعب. اذا لحظات وتنطلق المباراه قبل نهائي كاس افريقيا لابطال الكؤوس، النادي الاهلي بطل مصر وحامل ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك فوز النادي الأهلي في المباراة قبل النهائية على وداد سمارة. ألف مبروك النادي الأهلي، هارد لك وداد سمارة المغربي. النادي الأهلي بكرة بيلعب الفاينل مع الاتحاد الليبي، مباراة نهائي أفريقيا عربية خالصة. خلينا أقول النادي الأهلي يبعده يعني ساعات 24 ساعة إن شاء الله عن أول بطولة ليه في الموسم كرة اليد. خلينا نقول إن بالبطولة دي إن شاء الله يحجز النادي الأهلي مقعده في مباراة السوبر للسنة الجاية. خلينا فاكرين ان احنا هدفنا ان شاء الله ونفتكر هذا الكلام باذن الله السنه الجايه هدفنا هو مباراه السوبر. دايما لحظات الالم هي اللي بتدفعنا لقدام. خلينا نروح لزميلنا مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي محمد سعيد من ارض الملعب ولقاءات مهمه مع الجهاز الفني واللاعبين. اتفضل يا محمد. كابتن هيثم السعيد، عاقب الفوز على وداد سمارة بنتيجة قياسية رقم كبير في سيمي فاينال البطولة الأفريقية سكور 37-19 لصالح النادي الأهلي ويتأهل إلى المباراة النهائية بإذن الله لمواجهة الاتحاد الليبي. معي الكابتن محمد عادل المدرب العام لفريق الأهلي، بقول لك مبروك الفوز على وداد سمارة، أداء ونتيجة وشكل رائع خلاص مع نهاية البطولة والوصول للفاينال غدا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا الولاد النهاردة كلهم الحمد لله كانوا في مستوى كويس، كان في تركيز عالي. اعتقد فرقة وداد سمارة احنا لعبناها السيمي فاينل السنة اللي فاتت في بطولتين افريقيا، ابطال الدوري وابطال الكاس، وقدرنا ان احنا نتغلب عليهم. لكن اعتقد ان المباراة بتاعت النهاردة هم فكروا في مباراة التالت والرابع بدري، يعني هم نازلين عارفين في فرق امكانيات مع بوش الرق واللعيبة بتاعتهم، فمباراة كانت مريحة من الاول. حاسس ان فرقة الاهلي واخد الامور بجدية والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر ووفقنا وكسبنا المباراة. طيب كابتن محمد، يعني بشكل عام الفريق وصل للمباراه النهائيه، الشكل بالنسبه للفريق بعد الوصول للختام والنهائي كيف تراه؟ والحمد لله اللاعبين في اتم الاستعداد ولا هيكون في غيابات في المباراه النهائيه؟ لا الحمد لله بالنسبه للغيابات الحمد لله بكر كان عنده اصابه والحمد لله النهارده رجع تاني للبطوله، عمر حجاج نفس الكلام الحمد لله ما فيش اصابات. احنا واضح طبعا الحمد لله يعني في فرق في المستوى بيننا وبين كل الفرق اللي احنا بنلاعبها. نتمنى ان شاء الله بكره الولاد يبقوا على قد المسؤوليه ويبقى في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ونقدر نسعد جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ونحقق بطوله افريقيا باذن الله. ايه ابرز حاجه الجهاز الفني ركز عليها في الكلام مع اللاعبين من الكابتن عاصم حماد ومن حضرتك، خاصه ان الشكل النهارده والوصول بالنهائي الاهلي مختلف تماما عن مباراه السوبر؟ احنا كل اللي ركزنا عليه ان احنا لازم نحترم المنافس مهما كان. احنا بنلعب بطل الكاميرون من اول يوم في البطوله، مرينا ببطل الكاميرون وبعدين الاتحاد الليبي، ان شاء الله احنا هنلعبه بكره في النهائي مباراه تريد ستار في دور الثمانيه، النهارده مباراه قبل النهائي امام فريق وداد سمارة المغربي. كل اللي ركزنا عليه احترام الفريق المنافس، لازم ندي كل فرقه قيمتها ووضعها، وده ظهر في الملعب الحمد لله. فعلا الولاد بينزلوا ويدوا احترام المنافس وقدروا يأدوا بشكل كويس والحمد لله كان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. سؤال اخير كابتن محمد، هل اختلاف مباراه الاتحاد الليبي في الدور الاول هتختلف عن مباراه الفاينل؟ ظروف واجواء وكواليس هذه المباراه في ظل انك نفس الفريق عارف ادائك وامكانياتك اللي ظهرت في بدايه البطوله. هو اكيد المباراه تختلف لان احنا مباراتنا معاهم كانت في الدور الاول، كنا احنا الاثنين خلاص طلعنا دور الثمانيه، بس المباراه كانت متوقفه مين يطلع اول او ثاني المجموعه، ما كانتش فارقه كتير. فطبعا بكره هتبقى مباراه اقوى بكتير، هم جايين كمان لاعبين نهائي بطوله عربيه فهم فريق جاهز، معاهم محترف تونسي، معاهم محترف من عندنا من مصر، من نادي سموحه غريب، فرقه محترمه وان شاء الله باذن الله نقدر نبتدي نعدلها من النهارده باذن الله. بشكرك كابتن محمد، موفقين بكره باذن الله. ان شاء الله، شكرا ربنا يخليك. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيدي، بنضم لي في هذه اللحظات كابتن احمد عبد الرحمن. ابو حميد بقول لك مبروك الفوز على وداد سماره بسكور ونتيجه مميزه اسعدت الجماهير اللي ملأت صاله الامير عبد الله الفيصل. والله الحمد لله على كل شيء وبنشكر الجمهور والحمد لله، والفرقه كانت رجاله النهارده وكنا على قد المسؤوليه وربنا يكرم ان شاء الله بكره بامر الله، لان دي مباراه نهائيه
وبطولة افريقيا، ويعني بنحاول ان احنا نصالح حتى الجمهور يعني على البطولتين اللي ضاعوا قبل كده. المباراة في اجمالتها بنتيجتها في سيمي فاينال البعض يتوقعها انها كانت سهلة، لكن اللعيبة او حضرتك شايف المباراة كانت ازاي ومجرياتها وسير المباراة، خاصة انك حسمت المباراة من الشوط الاولاني؟ احنا كنا محضرين كويس قوي للمباراة، وكنا اتفرجنا على الفرقة كذا مرة وامبارح والنهاردة، وحضرنا لهم كويس عشان كده، والحمد لله رب العالمين كنا موفقين، وهادي كان موفق النهاردة، والحمد لله كان الدفاع بتاعنا كان كويس، وكنا مركزين معاهم، وخصوصا الباك ليفت والهاف بتاعهم كنا لعيبة كويسة جدا، وفي المنتخب بتاع المغرب فكنا محضرين لهم كويس قوي. يعني مباراة الاتحاد الليبي كيف تنظر لها بشكل شخصي والفريق بشكل عام، خاصة ان هي مباراة على بطولة؟ لا، هي مباراة مختلفة تماما عن الدور الاول، عن الاتحاد الليبي اللي لعبنا في المجموعة هتلاقيه مختلف تماما، لانه جاي وعنده طموح ان هو يكسب، وده حقه، واحنا برضه حقنا ان احنا نكسب، وان شاء الله باذن الله المباراة تبقى صعبة مش سهلة، بس ربنا يكرم ان شاء الله ونحضر لها كويس بامر الله. شكرا كابتن احمد. مستمرين معاك كابتن هيثم في انطباعات واراء اللاعبين بعد الفوز، ومعي في هذه اللحظات كابتن عمر الوكيل لاعب فريق النادي الاهلي. بقول لك مباراة كانت مهمة، لكن وصول للفاينل شكل مختلف ووضع تاني خالص، خلاص خطوة على البطولة يا عمر. طبعا هي كل خطوة بخطوة، ومباراة اللي قبل النهائي دي أهم عشان توصل للمباراة النهائية اللي هي هتوصلك للبطولة بإذن الله إن شاء الله. وده الثمارة مباراة النهاردة. أدائهم كان مفاجئ بالنسبة لكم، ولا كنتوا واخدين تارجت معين في المباريات أو البطولة عامة إنك بتلعب بغض النظر عن اسم المنافس؟ طبعا طبعا دي حاجة مهمة، إن أنت بتلعب بغض النظر عن الفرقة اللي أنت بتلعبها دي هي مين، دي اهم حاجه عشان تعرف تحقق فوز مع اي فرقه. طيب مباراه الاتحاد الليبي هي النهائيه، هتختلف عن مباراه الدور الاول ولا المباراه هتبقى اصعب من الدور الاول؟ لا هي هتختلف طبعا، هم في الدور الاول بيلعبوا وهم ضامنين ان هم يصعدوا، غير وهم بيلعبوا في المباراه النهائيه وهم عايزين ياخدوا اول. اي فرقه بتلعب على فاينل عايز تكسب، فده طبيعي ان المباراه تبقى مختلفه، هم بيلعبوا بشكل اقوى، وطبعا احنا برضو هنلعب بشكل اقوى، وطبعا الجماهير هيبقى ليهم دور كبير جدا في المباراه دي، وان شاء الله باذن الله نكسب. يعني تقييمك لمباراه النهارده كم من 10؟ لا بصراحه الفريق ادى اداء قوي جدا، يعني قدرنا ان احنا نكسب المباراه من اولها زي ما بيقولوا كده. توفيق وان شاء الله نبارك لكم بكره بعد المباراه الفوز على الاتحاد الليبي باذن الله. خليك، شكرا شكرا، تسلم. مستمرين معاك كابتن هيثم في التغطيه، وخلاص يمكن الاجواء النهائيه. معي في هذه اللحظات كابتن عمر حجاج، برحب بيك اولا على شاشه قناه النادي الاهلي، بقول لك مبروك الفوز في السيمي فاينال، لكن خلال البطولة تعرضت لإصابة وطمنا عليك ورجعت، لكن إجمالا شايف الفوز إزاي على وداد سمارة وعلى المستوى الشخصي بالنسبة لك في هذه البطولة؟ الله يخليك، الأول الحمد لله طبعا على مكسب النهاردة، وبإذن الله ربنا يكملها على خير بكرة إن شاء الله. بالنسبة للإصابة الحمد لله، يعني ربنا اللي يعلم، أنا شفت يومين ما يعلم بيهم إلا ربنا الصراحة، كنت ناسي كل حاجة، بس الحمد لله دلوقتي أحسن، بدأت تمرين امبارح الحمد لله، يعني ربنا يكملها بكرة على خير بإذن الله. حالتك الأول الطبية خلاص أصبحت جاهز ولائق وخلاص بتشارك في المباريات وجاهز للمباراة النهائية بكرة؟ بإذن الله الحمد لله، يعني أنا من امبارح بدأت تمارين وبتمرن عادي خالص يعني الحمد لله. طيب بشكل عام مباراة وداد سمارة تدينا مؤشر للمباراة النهائية بالسكور الكبير، ولا النهائي هيختلف عن مباراة سيمي فاينال؟ لا كده كده في أي بطولة لازم كل ماتش يتحسب مع نفسه، يعني كل ماتش لوحده بطولة، فاهم يعني؟ ماتش النهارده خلاص خلص، قفلنا الصفحة بإذن الله، بكرة ماتش جديد، نحاول إن احنا نجري الماتش على حسب الدنيا هتمشي إزاي فيه بإذن الله، يعني ربنا يكرم. أبرز حاجة قالها الكابتن عاصم حماد ليكوا قبل المباراة وبعد المباراة بعد الفوز؟ عدم الاستهتار، دي أول حاجة بتتقال في أي محاضرة، يعني لازم ندي أي فرقة مهما كان مستواها، مع احترامي فرقة وداد سمارة طبعًا، أي فرقة لازم نديها احترامها يعني من أول المباراة، علشان لا قدر الله لو تهاونت أو حاجة ممكن تحصل مفاجآت أو كده، الحمد لله. محتاجين بكره بيبقى في ميكس بعدد كبير من اللاعبين يشاركوا، ولا المباراه النهائيه بتحتاج مجموعه تبقى مركز عليها في المباراه النهائيه؟ عشان دي على حسب المباراه هتمشي ازاي، يعني احنا طبعا بنتفرج اعلى فيديوهات وكل حاجه وبنتابع الفرقه باذن الله، هنتابعها النهارده هنتفرج عليها اكتر، وباذن الله بكره هي بكره هتبان، يعني مش هينفع تقول مثلا التشكيله دي اللي هتبدا بكره او التشكيله دي اللي هتبقى، ما فيش حاجه اسمها كده، انت تشوف الماتش وبعد كده هتحدد. اخر سؤال، ودي رسالتك للجمهور الاهلي، محتاجين الصلاه بكره تمتلئ عن اخرها باذن الله. طبعا ده شيء مفروغ منه، يعني ده حاجه اكيده، جمهور الاهلي يعني عايز اقول لك هو اللعيب رقم واحد مش احنا، فاهم يعني؟ الجمهور وجوده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا، ودفعه يعني مش عايز اقول لك قد ايه، بس واديك شايف يعني في وجود الجمهور الحمد لله الفرقه بتعمل ماتشات 10 على 10. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله، ونبارك لكم بعد النهائي ان شاء الله غدا باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن هيثم، اختم لقائي لكن على الجانب الاخر اشوف في وجهه النظر الاخرى مستر زوران المدير الفني لفريق وداد سمارة المغربي،
النادي الاهلي. محتاجين نعرف برضو على الجانب الاخر انطباعاتهم وتعليقات المدير الفني بعد الخساره من الاهلي. في البدايه بنرحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي وبقول له يعني حظ افضل في البطولات القادمه، لكن تعليقك بعد الخساره امام الاهلي في السيمي فاينال. Tout d'abord bienvenue au Nali TV bien sûr, bonne chance à la prochaine. Alors qu'est-ce que vous pensez de la performance de vos joueurs aujourd'hui, du match en général? Bon bah merci. Bon le match comme le match c'était tout à fait attendu. Nous avant le match on s'est mis nos objectifs réels. Tout d'abord notre qualification en demi-finale avec l'équipe qu'on est venu. On est venu pour un peu participer avec nos jeunes, donner de l'expérience. C'est une très 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 jeune équipe et la qualification en demi-finale. On devait jouer avec Arly. Ce qui est très difficile. Alors notre objectif était de se calmer, de garder nos forces pour la troisième place. Et notre objectif, c'est de la victoire, Inch'Allah, demain pour la troisième place. طبعا بيتكلم عن المباراة، بيقول النتيجة كانت متوقعة من قبل المباراة. طبعا هم كانوا بيلعبوا النادي الأهلي، ما يعني ما كانوش يتوقعوا في الفوز، ولكن كان الهدف هو المشاركة والإعداد لبكرة. يعني هو بيقول كنا ممكن نخسر النهاردة، هنخسر النهاردة ونخسر بكرة كمان. فهو كان يعني لاعب كل اللعيبة الصغيرين، يعني أعمارهم بتبدأ من 17 سنة، الجميع شارك عشان يجهز للمباراة اللي جوه. يتمنى طبعا إنه يفوز بكرة بالمركز الثالث. نتيجة الشوط الأولاني كانت سكور كبير 21-7، ده إداله مؤشر زي ما قال حتى قبل بداية المباراة إن هو عارف إن المباراة هتبقى صعبة، لكن إداله مؤشر إن النهاردة بكلامه مع اللعيبة إن المباراة صعبة، صعبها أكتر عليهم في الملعب، وصلهم إحساس إن الأهلي منتصر حتى قبل المباراة ما تبدأ؟ Alors la première météo, on peut voir que le score était vraiment large. Alors comment vous avez parlé avec les joueurs? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça sera négatif pour les joueurs? Non. Tout d'abord, bon, avant le match, on s'est mis d'accord de jouer un match calme, d'essayer de tenir la balle le plus longtemps possible dans notre attaque, de pas donner à Ali la chance de jouer une contre-attaque qu'ils ont assez bien. Alors, ils ont quelques faits au début, quelques fautes techniques qu'ils ont donné très vite cet écart. Le moral est un peu tombé. On s'est dit que dans la première mi-temps, on voulait donner un effort plus grand. Non, j'ai rien dit. À la mi-temps, on s'est mis seulement d'accord qu'en deuxième, on va se calmer. On va donner la chance aux jeunes, aux très jeunes joueurs qu'on a ici de 17 ans, de 19 ans, 20 ans. Ça fait que dans la deuxième mi-temps, on a donné un peu de chance qu'ils jouent contre un très très grand club et que mes joueurs que pour demain se reposent un peu. طبعا بيقول الشوط الاول حصل بعض الاخطاء التكتيكيه اللي كانت واضحه جدا اللي اثرت على الفريق بشكل واضح، يعني فرق طبعا النادي الاهلي فرق بيها. كان اتكلم قبل المباراه مع اللعيبه بس قال لهم هنحاول نقفل على النادي الاهلي بخصوص الهجمات المرتده، النادي الاهلي قوي جدا في الفاست بريك. ولكن بيتكلم طبعا قال بين الشوطين ما كانش في حاجه اقدر اقولها غير ان انا قلت هندي فرصه للعيبه الصغيرين لعمرهم فعلا بيبدا من 17 سنه وعندهم اكبر لعيبه عنده 20 سنه، ادهم الفرصه ان هم يعني ياخدوا الفرصه بيقول يعني في حد تعبيره الحظ انه يشارك قدام فريق كبير زي النادي الاهلي. سؤال اخير لاست كويتشن، بكره المباراه النهائيه بلغه او بتصريح محايد، كيف يرى المباراه النهائيه واي من الفريقين اقرب للفوز بالكاس، الاهلي ام الاتحاد الليبي؟ Alors demain c'est le final. Comment vous voyez le match demain? Qui va gagner à votre avis? Dans la finale, il n'y a pas de doute. Ali est une équipe très 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 bonne, avec des qualités sur toute position, avec un jeu qui a son système de jeu, avec une défense très très forte. Malheureusement, le club de la Libye a une défense qui a beaucoup de trous, une très faible défense. Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je pensais que leur attaque était assez bonne, mais aujourd'hui, ils ont montré que même ils ont problème dans une attaque quand elle n'est pas très bien organisée. Alors, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Allez. هو بيقول طبعا ما في شك النادي الاهلي هو الفائز بالمباراه، النادي الاهلي دفاعه قوي جدا، هجومه قوي جدا، نادي الاتحاد الليبي عنده هجوم قوي وظهر بس حتى النهارده في مباراه النهارده قدام فريق جي اس كي بيقول ان المباراه كانت صعبه دفاعيا، كان في اخطاء دفاعيه كبيره جدا من فريق الليبي، فمن الصعب الفوز على النادي الاهلي، المباراه نهائيه كل النادي الاهلي.
انا بشكره وبتمنى له التوفيق في البطولات الافريقيه القادمه. ميرسي بوكو اي بون شانس على بروشان بيان سور. ميرسي ا فوس. شكرا جزيلا كابتن هيثم السعيد. يعني قدر الامكان حاولنا نوصل لكم الصوره والتصريحات والانطباعات عقب مباراه السيمي فاينال بين الاهلي ووداد سماره وتاهل الاهلي للمباراه النهائيه، لكن يتبقى نقطه اخيره نود ان نشير اليها. صاله الامير عبد الله الفيصل غدا تحتاج جمهور النادي الاهلي بكثافه، فريق النادي الاهلي لكره اليد يحتاج الى جمهور النادي الاهلي غدا بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظته عقب نهايه المباراه عندما يعني هتف عدد قليل من جماهير النادي الاهلي للاعبين بضروره الفوز بالبطوله الافريقيه. لمست احساس اللاعبين بضروره الفوز غدا ووجود الجماهير غدا وامتلاء الصاله عن اخرها لتعويض خساره السوبر الافريقي منذ ايام قليله، خاصه ان الفوز بالبطوله الكؤوس الافريقيه سيكون دافع لتعويض السوبر خلال العام القادم. هذه هي اللقاءات، هذه هي الانطباعات، هذه هي التصريحات داخل صاله الامير عبد الله الفيصل في اليوم قبل الاخير لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه، وغدا اليوم الختامي مباراه نهائي السيدات سيكون في الساعه 5، ثم مباراه نهائي الرجال في الساعه 8، وختام اليوم بحفل ختام ان شاء الله بعد نهايه كاس الكؤوس الافريقيه هنا التي نظمها الاهلي على مدار العشره ايام الاخيره. اليك الكلمه كابتن هيثم السعيد. اتفق معاك طبعا زميلي محمد سعيد، لازم جمهور النادي الاهلي بكره يتواجد بكثافه ان شاء الله لمؤازه الفريق. بكره مفيش هزار، خلاص اخر مباراه، مباراه النهائيه، ولازم ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بيها عشان تشهد الصاله ثلاث بطولات افريقيه. صاله الامير عبد الله الفيصل صاله الرعب الحقيقه، هي ثلاث بطولات افريقيه خلال اقل من شهر او يمكن شهر ونص، لا خلينا نقول شهر ونص. افريقيا سيدات طايره، افريقيا رجال طايره، ان شاء الله افريقيا رجال ابطال الكؤوس ان شاء الله بكره يتوج بها. ارجع ارحب بضيوفي تاني، الكابتن احمد عبد السلام اهلا بك يا كابتن، منورنا. اهلا كابتن، والف مليون مبروك. الف مبروك علينا كلنا، الحمد لله والشكر لك يا رب. برحب بكابتن سمير جزار، الف مبروك واهلا بك. الله يبارك فيكم ومبارك للجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره والجمهور. تاني مباراه النهارده يعني فوز باريحيه، شكل الفريق كويس فنيا وتركيزا وكل حاجه. زي ما اتكلمنا احنا في بدايه قبل المباراه ما تبدا، انا قلت لك كان حتى الكابتن احمد بيقول لك المباراه هتبقى صعبه، قلت لك هم نفسيا اللعيبه نازلين مرتاحين، اكيد يعني عارفين حساب الماتش على ارضهم. النتيجه وصلت 5-0 في البدايه، صح، دفع المدير الفني فريق وداد سماره اول هدف جابوه في الدقيقه 6، حتى صحيح. المحترف بتاعهم ما جابش اللي هو طاطي ده اقمعشة، ما جاب لعب عليه كويس، ما جابش الا هدف في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني، بدليل ان المدير الفني بتاعه صاحبه وقعده في الاخر خالص، ما يعني يمكن رقم 3 عندهم هو اللي كان عامل الخطوره. ده دليل ان احنا قاريين الفرقه كويسه، قاريين الفرقه كويس. ودفع كويس الاولاد، وحتى التشكيل اللي احنا قلنا عليه في بدايه المباراه هو اللي احنا اتفقنا عليه، يمكن ما عدا كابتن قاسم غير حارس المرمى. احنا كنا قايلين عصام هادي نجم الشوط الاول، كنا قايلين عصام هو اللي هيبدا، بدا بهادي وهو بصراحه يعني نجم النهارده، هادي كان نجم المباراه، بس هو كابتن قاسم لما لقى الماتش مرتاح خلاص غير. غير مش مشكله، النهارده 16 لاعب لعب النهارده كل وكانت حاجه يعني. وكابتن احمد كسب الرهان، يعني السنه اللي فاتت 37، السنه اللي فاتت 33 18، دلوقتي 19. ايوه بس انت ما قلتش هنجيب كام. لا والله يعني 37، احنا السنه اللي فاتت حاطين 38 يعني المباراه اللي السنه اللي فاتت 33 18، مباراه السنه دي 37 19، فاذا برضو تقريبا هو يعني مستوانا افضل، او يعني المباراه كان احنا واضح ان احنا هم واضح ان الاولاد نزلوا رجاله من الاول، الماتش خلص من اول 5 هم الاخر سلموا الفرقه بتاعت بداوا هم كمان بيبطئوا الهجمه بتاعتهم عشان السكور ما يرتاحش اكتر من كده تاني. نعم. يعني وحتى الكلام كان واضح مع المدير الفني، يعني مدير فني وداد سماره، قال لك فريق النادي الاهلي قوي 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 جدا. بعد المباراه قال لك انا ما يعني انا نازل وعامل حسابي اني بس هو بدا كابتن هيثم يلعب برضه دفاع ضغط في الاول واتخذ الكابتن. احنا اتفقنا ان اي حق مشروع لاي فريق انه ينزل يلعب على المكسب، ولكن انت بتفرض شخصيتك او لا. وانا الحقيقه النهارده عاجبني اسلام، برضه اسلام هايل النهارده، اسلام كويس، اسلام هايل والله الحمد لله، واسلام عامل موسم كويس، حتى الاسلام كموسم عامله كويس. اسلام عمل كوره في يمكن في الهواء النعيم في الدقيقة 15 حاجة، كرة هايلة يعني، دي تكسر أي فرقة قدامه. صحيح فرق لما صحيح. علق له الكرة في الهواء وخدها نعيم، خدها وحطها، ده مخ اسلام عملنا كل أشكال الهمدان. عمل يعني عمل حاجة كويسة جدا. وكابتن عاصم بقى يغير برضك التغيير اللي أنا قلت لك عليه، إن هو بيحب يريح. هو كان في بداية المباراة غير إبراهيم المصري بدل ميدو في الدفاع،
بقى يغيروا كده في الدفاع، وبعدين غير بقى حماصة بدل ميدو، وبعدين غير عبد الوارث بدل إسلام، وغير محمود عاصم بدل بقار، يعني غير إسلام بدل مصطفى خليل، يعني عمل تغييرات كتير ريح في. طب كابتن خلينا نقول للسادة المشاهدين، نهائي السيدات زي ما توقعنا منذ البداية بريميرو دي أوغوستو الأنجولي أو الأغسطس الأنجولي مع بيترو الأنجولي. وخلينا أقول لكم على حاجة هتشوفوا بكرة حاجة غريبة، أنا يعني بلغوني بيها هتأكد منها بكرة وهنتأكد معاكم. اللي هيقف كوتش على الفرقتين مدرب واحد، مدرب المنتخب الفرقتين دايما، ده كلاكيت رابع وخامس مرة نهائي أفريقيا سيدات بيبقى بريميرو وبيترو، والكوتش الكوتش أو مدرب فني مدير فني المنتخب بيقف كوتش على الفرقتين. هنشوف الكلام ده هيحصل بكره ولا لا، بيحصل يعني عاده يعني بلغوني ان الزملاء اللي كانوا حاضرين. طيب هيبقى ماتش السيدات بكره الساعه 6، عشان بس احنا جبنا المواعيد الايه الابديتد يعني لاست ابديت زي ما بيقولوا. السيدات بكره الساعه 6، الرجال الساعه 8:30. فاذا الميعاد حلو، الميعاد كويس بكره ان شاء الله، يعني اغلب الناس ممكن تشوفه 8:30، بتهيألي ميعاد مناسب حتى للجماهير اللي عايزه تروح، فهتبقى سهره يا رب ان شاء الله تبقى سهره سعيده علينا. وخلينا نقول انه يعني النهارده اليوم القبل الاخير، بكره ان شاء الله 8:30، قول الماتش هيخلص مثلا 9:10 الشوطين، هتبتدي من 10 مراسم الختام طبعا وتسليم الجوائز. عندنا سهره بكره، واتمنى جمهور النادي الاهلي اللي عودنا انه يملى الصاله في مباراه الفاينل، عايزين بكره ان شاء الله الجمهور يملى الصاله بكثافه، عايزين ليله بكره حلوه الحقيقه، لان يعني نادرا او كل كام سنه بنستضيف بطوله، فدي ليله الحقيقه ما بتتعوضش كل كام سنه ان احنا نبقى بالحاله دي، والحمد لله بالفرقه دي، ونكون ان شاء الله الاقرب للفوز. فتمنى جمهور النادي الاهلي بكره يكون موجود بكثافه. كابتن احمد، يمكن جمهور النادي الاهلي بكره ليه دور كبير جدا، عشان اللعيبه نفسها هي اللعيبه في حاله عاليه جدا من التركيز، وكل اللعيبه بتقول نفس الكلام من غير ما يسمعوا بعض، احنا بنحترم الخصم، وده كلام بيدل على فرقه فاهمه هي بتعمل ايه. فبكره ناقصنا بس ان الجمهور يجي عشان تبقى التجربه. هو ما بيتاخرش والله، جمهور النادي الاهلي في المواقف دي ما بيتاخرش، يعني بكره باذن الله ان شاء الله هتلاقي، وباذن الله هكلم حضرتك ان الصاله مليانه من قبل الماتش بساعه ونص بساعتين ان شاء الله. وانا متاكد من ده، ويعملوا دخلاتهم الحلوه والتشجيع اللي احنا متعودين عليه. منظرنا جميل قوي، جميل بيبقى منظر جميل، احنا شفناه في السيدات، شفناه في طايره الرجال، الحقيقه منظر جميل وتشجيع راقي وتشجيع باسلوب كويس، وان شاء الله نشوفه بكره في نهائي ابطال الكؤوس للرجال. بس كابتن خلينا اقول بدون يعني تاتش وود، بدون اي مجامله والله، فرقتنا شكلها حلو، مش عشان الخصم مثلا، لا كل يعني التقدير والاحترام للفرقه الثانيه، ولكن الفرقه بتاعتنا شكلها حلو، يعني الفرقه في حاله فنيه. يا رب تاتش وود نستمر كده الشهر ده بدون اي ضربات ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنتمنى بكره باذن الله ان شاء الله نعدي طبعا من الفاينل باذن الله ان شاء الله، ونبارك لبعض. عندنا الاسبوع الجاي يعني الفرقه لو وصلت للطب اللي احنا شايفينه ده باذن الله ان شاء الله هنطمن عليها في البطوله. في السوبر ثلاث ماتشات بتوع السوبر، ثلاث ماتشات اللي هتلعبوا ورا بعض، وبعد كده هناخد راحه 4-5 ايام ونلعب ماتشين. بيتهيألي يعني مش عارف يعني برضو الفرقه لو ماتش السوبر ده قدر الله ما شاء فعل، بس لو الماتش ده كان اتاخر له اسبوعين كنا نبقى في حاجه تانية خالص. بس يعني انا بقول كده يعني هي عارف هي جت في توقيت مش كويس. الناس يا كابتن بتقول، الناس دايما فاكرين الرياضه ان انا بجيب اللعيب او بجيب الفرقه. لا هو مش قاله، مش قاله، في حاجه اسمها اعداد وتخطيط، وبوصل طبعًا بالبيك بتاعه فين، وبوصل بالبيك هو واصل له دلوقتي يا كابتن. ايوه البيك دلوقتي هو البيك كان طالع قبل ماتش، كان طالع من ساعه الدوره المجمعه الاولى احنا خدنا وخدنا ماتش الزمالك وطلعنا، ما توفقناش في ماتش السوبر، بس احنا طالعين يعني الفرقه تاتش وود طالعه. ما شاء الله دلوقتي اللعيبه بقت عندها خبره البطولات الافريقيه، يعني احنا لعيبتنا عندهم خبره من اكتر من اي حد في مصر، وحتى ان كان لو تونس والجزائر عشان ما حدش يقول بس تونس والجزائر ما اشتركوش، حتى لو تونس والجزائر مشتركين كنا برضو مستوانا هيبقى كويس كده باذن الله، وكنا هنلعب فاينل ونكسبه. بس انا برضو يا كابتن شايف من اللعيبه حاجه حلوه عجباني، يعني شايف ان هم استغلوا يعني زي ما بيقولوا اي خساره اكيد كان في الم، هم كانوا متضايقين انهم خسروا السوبر، انا شايف ان في عينيهم عزيمه، وانا بشكرهم والله على انهم هم قدروا طبعا، يعني طبعا صحيح ركبوا نفسهم سريع رجعوا بسرعه لموا نفسهم بسرعه وعارف يا كابتن معلش انا اسف بقطع حضرتك، الفرق الكبيره بتبان هنا لو الدنيا كويسه وبنكسب ما فيش مشكله، ما فيش مشاكل، لما بيحصل خساره لازم نتلاحم تاني، اكيد لازم الفرقه تتلاحم، لو في ايه لازم يتنسى عشان عشان الجمهور يعني نصالحه، هم دي حاجه. انا قلت لحضرتك الفرقه دي عدت بالمواقف دي كتير،
عديت بالموقف دي مع كذا مدير فني وكذا مدرب وكذا بتاع، ومروا على كم مدرب وهم صغيرين وكبار والكلام ده، فعدت عليهم الكلام ده، بيلحقوا يلموا نفسهم يمكن عكس اي فرقه في مصر. صحيح. يعني لو اي فرقه في مصر جالها الماتش بتاع السوبر ده تحبط بعديها خلاص، ما كنتش هتاخد منهم اي حاجه. احترام الفرق كلها، احترام الفرق كلها، لو اي فرقه كانت في موقف النادي الاهلي خسر السوبر ودخلوا على بطوله افريقيا ما كانش عارف يلم نفسه. قالوا هم اللي فرقتنا الحمد لله نعم. امكانياتهم وعندهم تغيير وعندهم الكلام، وعلى فكره المدرب عارف ده كلام. من النادي ذات نفسه، يعني من النادي الاهلي ذات نفسه، دليل على كده ان انت لما بتجيب لعيب من بره بيخش برضه على انه بياخد بطوله. صحيح. يعني انت جاي شفنا زكي وحجاج اهو دخلوا على طول جاي من بره، هو شفنا تصريحاتهم بس يعني حجاج ربنا يا رب الحمد لله الحمد لله على سلامته، لان كانت خطه جامده الحمد لله، خطه جامده ان هو هيلعب النهارده وكان قاعد يومين مش فاكر حاجه وبتاع، ومع ذلك عايز يلعب. يعني في لعيب يعمل كده؟ هو عنده مشكله لا وخطه فين ده زي البوكس خد حاجه زي البوكس هو كان الاول روح الفانيلا على فكره على طول خش في السيستم المفرمه على كده كفى. قلت لك قبل الماتش قلت لك لو اللعيب بيموت بيموت ووصل لسيمي فاينل والنهائي هيلعب، لان لو رجله مكسوره عاوز الجبس ويلعب. وشفنا ده حتى في الطياره ايه الشامي كانت ايديها مكسوره صراحه مشروق احسن لعيبه في افريقيا ولا مش قايله للجهاز الفني ما رضيتش تقول محمود فايز على فكره محمود فايز افريقيا برده كان مخبي حاجه زي كده كان مخبي صح لحد ما رجع بدا يتجبس و شفت يعني النهارده ما شاء الله بكر هايل بكر عمل شغل وطمن عليه كابتن عاصم وكويس ان هو ريحه طبعا ما انا قلت لك يا كابتن هو بص انا يعني باذن الله الحاله دي حاله الفرقه دي تاتش وود يا رب انا مش عايز انق بس حاله الفرقه دي اي حد هنكسب ان شاء الله فانا انا لازم ادخر اللعيب المؤثر والمهم انا عندي بعد كده سوبر لما يخش لي بقى واقف على رجلي يخش مع المجموعه يشيل يبقى في دم جديد يقوم الفرقه انا شايف ان شاء الله ده تحيره للمدير الفني تحيره للمدير الفني لما الاقي في كل مركز 3 4 لعيبه ابقى انا قاعد يعني من الاعب مين ولا لاعب مين ولا بضطر بقى اغير ده شويه اجيب ده شويه تبص تلاقين اللعيب بينزل بيدي قوته كلها وبيطلع اللي بيدافع بينزل يبذل كل الجهد في الدفاع وبيطلع اللي بيهاجم بيبذل كل الجهد في الهجوم وبيطلع فتبص تلاقي المباراه على فكره طب كابتن ايه رايك في التصريح اللي قاله المدير فني وداد سماره قال ان انا كنت عارف قوه الاهلي يعني قال بالبلدي يعني انا خسران فلجا انه يريح لعيبته على الشتات والرابع رايك ايه؟ انا يعني انا بحب زي الصراحه يعني وكابتن محمد زولا اكد الكلام ده من قبل ما المدير الفني قال يعني كابتن محمد عادل قال كده فكابتن محمد زولا كابتن محمد عادل زولا هو قال الكلام ده فهو انت يعني شايف التصريح ده ايه؟ لا هو ممكن عشان خسر بقى بالفرق الكبير ده فده يعني مش يعمل حجج يعني ما فيش مدرب عاوز يخسر يعني انا بعد ما اخسر لازم اقول كده بس اقول لك على حاجه كابتن انجولا الرجال في بطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في الجابون لكرة اليد عملوا كده ونزلوا في قبل النهائي مع مصر سلموا عشان نزلوا في تالت ورابع خدوا تالت مو عشان في تلاتة رايحين يعني كأس العالم ايوه اهو ما ده بيحصل انما دي خلاص فينش بطولة وعارفين هو عارف انه مش هيكسب الأهلي فوارد الكلام ده صح ما بس بيلعب على انه هيروح كأس عالم انما بيلعب على هدف طب ما بيلعب هنا على ميدالية ويبقى بالنسبه له انجاز ما حصلش انه ده السماره ياخد التالت وخلي بالك ماتش بكره التالت ورابع مش سهل جي اس كي جي اس كي مش هيسيب الماتش مش هيسيب يعني انا يعني هو اللي كان المفروض يطلع نهائي لان هو كان توقعات بس توقعات كلها كان جي اس كي بعد الماتش اللي عمله مع سبورتي ما بقول لك يعني هو اللي كان متوقع يطلع نهائي لما خسر النهارده مش هيسيبه بكره باي طريقه مش هيسيبه بكره انا عايز ارجع بس كابتن عاصم على التغييرات اللي عملها كابتن عاصم المدرب عامه يعني المدرب عامه لما بيبقى في فرق هو بيبقى مستريح في تغييره يعني انما لو الماتش مزنق والحاجات دي كلها فبيبقى بيغير بحساب طبعا هو النهارده انا بقول لحضرتك 16 لعيب لعبه يعني كل دي حاجه 100% طبعا انا عايز اكتر من اكسب بيسكور ده وبلعب ومريح لعيبتي خلاص لبكره انت عارف يا كابتن الاتحاد الكلام حضرتك ده اصعب وظيفة للمدير الفني وأصعب اختبار للمدير الفني لما يبقى عنده نجوم كتير مشكلة وده المدرب الضعيف يقول لك مشكلة المدرب القوي يقول لك لا يا ريت يعرف يوظفه أنا عندي الداتا زي اللي جوه يا كابتن في حاجة كمان كويسة هدوء أعصاب المدرب بتعكس اللعيب يعني هو النهارده كابتن عاصم قاعد ما هو بتيجي يا سمير على يا كابتن اذكركم في عونه ده لما شفت الماتش ما انا بقول لك يعني الماتش السوبر انا قلت الكابتن عاصم ده يعني انا يعني ربنا يا ربي طبعا يسلمه لاسرته ولينا ولكل الاهلاويه كابتن عاصم محمد السور عليه انا في ماتش السوبر شفته في لقطه قلت الراجل ده يعني
ربنا يستر. هي شغله الرياضه عامه يا كابتن، شغله التدريب دي يا كابتن كارثه والله العظيم. كابتن الله يكرمك كارثه، الله يكون فوق. والله العظيم ضغط، ده الضغط ده اقل حاجه هتيجي للمدربين. فهو لا، هو النهارده حسابه هادي عشان اداء الفريق، عشان اداء الفريق او محمد علي عليهم. الراجل قال لك، قال لك انا النهارده الفرقه كلها رجاله، الفرقه اللعيبه بتطمن المدرب. طبعا طبعا بتطمن المدرب. هي بدايه المباراه كابتن 5-0، انت قلت كده. طب طمنت، طمنت فرطت شخصيتي. بقول لك اول هدف جابوه في الدقيقه 5-1، وكل اللي كان كل تركيزهم عليه اللي هو المحترف ما عملش حاجه، ما عملش حاجه، كل شوطه يا بره يا بلوكات. بس هو اول بقول لك جاب هدف في الشوط الاول والثاني. طب كابتن احنا اتكلمنا النهارده كابتن، النهارده فرقتنا عجبانا كلنا، بس خلينا ما نبقاش ايه برضو ما نشوفش الاخطاء. خلينا نتكلم بامانه، في كور سهله بتضيع. خليها بس يعني خلينا نقول، بص يا كابتن، بص يا كابتن، خلينا نقول احنا منطقيين جدا في تحليلنا، ما احناش بن ايه بنقول يا واللي حصل بس هي عشان احنا كسبانين فرق كبير. لا يا كابتن، كانت في الشوط الاول كور كبيره جدا جالت من على الدايره، مع الدايره وكور سهله وانفرادات. لازم بص يا كابتن، في ماتش زي ده كور زي دي كده، انفرادات زي دي كده، لا دي جت ومحمود زكي. محمود زكي انا حاسس اسال سؤال، في ماتش زي ده كابتن مش هتبان طبعا عشان الفرق كبير، ماتش تقيل هنندم. كوره بتفرق يا كابتن، لازم لازم يبقى الحل. معرفش دي حلقه يا كابتن، ما لما يكون ماتش فرق جون ولا بتاع وانا داخل انا وجون كلاعب داخل انا وجون، مش هضيع، مش هبقى داخل بالسيطره، هركز بكل قوتي. ولو هو داخل عارف ان الكوره ضاعت ما ضاعتش، يعني عاوز اعمل لها شوت منظر زي محمود عاصم برضك لما دخل في كوره كده محتاره ومنفرد، عاوز احطها لوب، حطها فوق العرض جاي، يعني فكر في احطها لوب ولا شوتك ولا جدي ولا جدي راح طلع بره. بس برضه يا كابتن الموضوع مش ثقه زياده برضه، لا في لازم احنا عندنا لازم نركز. اكيد اكيد الكابتن عاصم لما بيراجع على الماتش اكيد اكيد يعني عارف يا كابتن انا جالي كوره صعبه. خلي بالك كابتن، اللعيب بيقيم بايه؟ اللعيب ما بيقيمش باللي بيعمله كويس، ما طبيعي ان يعمل حاجه كويسه، بيقيم بعدد اخطائه. طبعا والاخطاء دي تاثيرها ايه في طبعًا الماتش؟ طبعا ممكن اعمل خطا ملوش تاثير، وممكن اعمل خطا مؤثر، ممكن اقعد طول الماتش ما عملش اخطاء. احنا لسه كنا بنتكلم على ماتش السوبر. يعني لولا السلبيات اللي حصلت في اخر دقيقتين دي كان في كوره زي اللي جالت النهارده على العارضه. الكور كتيره جالت النهارده واحنا على الدايره، في كوره في ماتش الزمالك كانت على الدايره، كانت مع محمد ابراهيم على ما اتذكر. وجالها دي كنا هنبقى ثلاثه. أيوة مش أيوة انا ما بقولش حاجه، انا بقول من احنا لازم نلاقي حل في الكره السليمه ما تضيعش. عارف الكره تضيع دي لما يبقى في ايه، يبقى في مثلا كارثه كره ضاعت الماتش كله، انما لازم يبقى في حل للكره السهله اللي بتضيع خاصه ضربه دي. اقول لحضرتك حاجه كرة سهلة. مثلا عشان اوريك التوفيق وعدم التوفيق، ماتش السوبر احمد الاحمر جالك كم كره في الاخر؟ ما كنت لسه اقول لك عليه، خد كذا كره انفراد، اتنين ورا بعض من الوينج راي، كان هيفرقوا معاه ضعف تردد. ربنا كرمنا وبقينا محافظين على الاتنين. على الفرق الاثنين. لولا بقى لو كان الزمالك خسر يا كابتن كان هيشيلها راح. لا يعني اقول لك احمد جالك، يعني قصدي اقول لك كانوا ممكن ينسوا بقى كل اللي عمله احمد الاحمر. ايوه ايوه يقول لك جالك كورتين دول عشان كده. بس احنا كان غلطاتنا اكتر، ما هو دي بقى الحتت اللي بقولها لازم ما هي الطبيعي لازم أصلاً. لازم انا ما هو في انا خسرت فاخطائي الله ينور. فهي الحل ان لازم يبقى في، ما اعرفش رايكم ايه يا كباتن، ازاي الموضوع ده في تمرين على الحاجات دي؟ طبعا ازاي؟ طب والله يعني المفروض اصلا ان انت يعني احنا في لاعب بيخش يضيع كوره وانت بتسقف له وبتقول له معلش داخل حاطط قوته، وفي لاعب بيخش يحط كوره في الجون بتقول له تزعق وانت بتزعق له. طب ايه التمرين؟ معلش يا كابتن، في تمرين مثلا ممكن ادي الكره للعيب على الدايره بظهره ويمد ظهره للجول وخليه يلف مره واحده يشوط؟ هو ده تمرين، ده شغل، ده بيحصل. انا صح ولا غلطان؟ اجيب اللعيبه كلها واقفه على الدايره مثلا؟ احنا بنفكر يا كابتن على التمرين. ما يعني في مثل بيقول او في مقوله امريكان دايما يقولوها، وات يو دوينج ذا براكتس وات يو دوينج ذا جيم، اللي بتعمله في التمرين هو هتعمله في الدايره. ما تقوليش ان التجليات دي ما بتحصلش في التمرين. لو خدت التمرين لو خدت التمرين احنا عندنا في مصر هتيجي تلاقي المباراه سهله. يا عيني عليك يا كابتن، بس يا عيني عليك. انا بقول لحضرتك انت دلوقتي ممكن توقف الفراوده، مش الفراوده ده كل اللعيبه، لان اصل ممكن ايه؟ ممكن اسلام يستلمها على الدايره، ما ممكن يحصل موفمنت بس اي حد من الخط الخلفي ممكن يستلمها على الدايره. ما دي خطط، ما انا ببقى بره مدرب كوتش ما بلاقيهم يطلعوا عليا علي، بروح قايل للعيب الباك بقول له خش على الباك ليفت، الباك ليفت يباصي وينزل، بيباصيها للسنتر اف وبينزل، بيعمل زاده على الدايره بياخدها زي حصلت النهارده. بياخد. اقول لحضرتك بقى انا لو مش متعود على التمرين بقول لك بياخدها وبيضيعها. انا بقول لك لو مش متعود على التمرين زي ما انت قلت. ايوه الله ينور عليك، مش هيجيبها فرضا يا كابتن. اوقف كل الخط الخلفي بتاعي بظهره وادي له كره مفاجاه في رجله، كره يعني كره مكعبله، وياخدها يلف في شوطه وواقف.
والجون واقف بحيث ان الجون هو يلف يتصرف يبقى عنده سرعه بديهه يشوف الجون هيعمل ايه هو يعمل لان دي بتبقى ايه يا كابتن ده قرار في اقل من ثانيه احطها له فوق احطها له تحت ده تمرين التمرين الثاني لازم انا رايي يعني انا مش معايا بس بقول يعني من الكور الفاست بريك دي اخلي اللعيبه تخش زي جيم الملعب بالظبط زي ادي له كره طويله وخليه يجري السبرنت نفسه مكروش بنعمل كده على فكره والله يعني في بنبلغ الحراس ان كره طويله هيستلمها على 8 متر كره هيستلمها على 12 متر كره هيستلمها مزنوقه من الوينج تمام الكلام ده كله بنعمله نزود ده بقى مع الدرجه الاولى يعني كابتن عاصم اكيد استاذنا انا احنا بنعمله في الناشئين عملوه في الناشئين كويس جدا اكيد بتعمل في الدرجه الاولى في الدرجه الاولى مع مستوى عالي طبعا يعني انا اقول ان ايه اذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين زي ما بيقولوا ايه التمارين البسيطه دي بتفوق بترجع الذاكره تاني خاصه لو عندي هزه ممكن احط الفرقه في سيتويشن مثلا اقول له انت خسران جون وهاجم ما هو في اخر اديله 20 ثانيه في اخر موقف تعمل كده بتقول تعادل وناقص دقيقه حافظ عاوزك تكسب مش عاوزك تخسر يعني ما يكون انت عندك نجوم كتير كذا كذا لعيب في مركز واحد وانا ببقى عاوز اختار بنقي احسن لعيب فيهم بيتصرف في مواقف صعبه يعني انا اللعيب اللي بيعرف يتصرف في المواقف الصعبه هو اللي بختاره ببدا بيه صحيح ما انا عندي 2-3 لعيبه كويسين طب انا انزلهم في وقت واحد لا طبعا انا بعمل تمرين في التمرين موقف صعب موقف مباراة صحيح. بشوف مين احسن لعيب بيعرف يتصرف في الموقف في عندك لعيب هادي بيفكر كويس طب انا عندي برضو حاجه يا كابتن كده هنقولها معلش قبل ما نطلع تقرير مهم عايزين نسمع يتقال فيه احنا كنادي الاهلي يعني في مثلا في نادي الزمالك لما بيجي ضربه جزاء ما هو انا مغمض كده مش باصص التلفزيون احمد الاحمر هيخش يشوف انا كمتفرج والله بتكلم كمتفرج انا شايف احسن واحد عنده ثبات انفعالي في ضربات الجزاء اسلام معرفش رايي كده رايي يعني مدير فني يا كابتن انا بتكلم يكون في التمرين محمد نختار طبعا محمد ابو ريس ده خبره وعنده خبره يعني محمود نعيم ضيع كوره في البنالتي وابو ريس ما بيضيعش يكون هو في انا قصدي اقول عايزين يبقى ثابت واحد حتى لو محمد ابو ريس يبقى محمد ابو ريس بس ثابت لا هو كابتن لان احنا مثلا كل ثلاث بنالتيات او اربع بنالتيات يعني دخل مثلا محمد ابو ريس شاط الكوره الرابعه وحط الاربع تجوان انا كمدرب لازم بغيره لحظه خلوش يخش الخمسه بدل غير الاحمر الاحمر بيبقى عنده الثقه وكلهم بيبقوا خايفين انا بمرن في التمرين بشوف احسن 3-4 لعيب انا اللي بقول له خش ابو ارس خش نعيم خش فلان بشوف مش باللعب ممكن يكون التمرين يكون في يكون الاسلام ده في التمرين ما طب انزله خلاص ممكن بقى بلينتي مش مؤثر انا جالي يعني جالي استفسارات عشان كده مثلا حضراتكم بيقولوا لي ليه احنا في ضربات الجزاء ما عندناش لاعب ما بتخصص واحد فانا قلت اسال حضراتكم وبعدين خلي بال حضرتك ما هو في عامل تاني في حارس مرمى واقف تمام ممكن يتحرك غلط والكره تيجي فيه ايوه يا كابتن ما هو احنا بنقول ايه دي معركه ما بين اللعيب وحارس المرمى بس مين بقى اللي عنده حلول وبيقدر يموه موضوع كبير بس ارجع لحضراتكم تاني بعد كده امبارح كان في حفله النادي الاهلي عمل يعني زي تقرير او بروتوكول الانديه الكبيره بتعمل بروتوكول اسمه تبادل الدروع اللي عملت في بطوله افريقيا للطايره سيدات ورجال وايضا البطوله دي بتبقى اليوم اللي اوف او اليوم الراحه بيتقابلوا رؤساء البعثات يبدلوا الدروع مع بعض ودي الحقيقه بتزود اواصل الترابط ما بين الفرق وبعضها عملنا تقرير مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي الحقيقه اللي احنا بنحييه من هنا على مجهوده الكبير لانه هو مدير البطولات دي كلها وبذل مجهود كبير جدا وده مش غريب على كابتن رؤوف لانه عنده خبره اداريه كبيره جدا في هذا المجال ومش بس كده نظم قبل كده وشاف وحضر وعمل في كذا مكان وكان ليه دور كبير اصلا في بطولات كمدير فني مع الطايره السيدات سجلنا معاه نشوف قال ايه وارجع لحضراتكم الحمد لله يعني كما عود النادي الاهلي عندما ينظم اي بطوله احنا بنبحث عن العلامه الكامله والحمد لله نفس الكلام اللي اتقال في بطوله رجال الكره الطايره او سيدات الكره الطايره اتقال النهارده من مسؤولين رئيس الاتحاد الافريقي ونائبه واسنوا وقالوا ان يعني ان ما فيش بطوله نظمت قبل كده على الصعيد الافريقي بهذه الدقة يعني أهلا وسهلا بأي بطولات أفريقية أو بطولات عربية أو عالمية على أرض مصر إحنا بنثبت كل يوم أن مصر بلد الأمن والأمان وأن النادي الأهلي قادر على تنظيم أي حدث فعلا هو يعني في مناقشات عشان ننظم بطولة أبطال الدوري زي ما أنت قلت
واحنا بنرحب طبعا، وطبعا بعد الرجوع لمجلس اداره النادي الاهلي وعرض الامر عليه. هو احنا اتعودنا ان النادي الاهلي هو بيتنا الاول، يعني لما احنا بنبقى من الصباح الباكر وبنروح يعني منتصف الليل كل يوم، يعني ما فيش حد بيقول لنا ان احنا نقعد امتى ولا نمشي امتى، ولكن طالما في شغل مطلوب مننا احنا حياتنا النادي الاهلي، والحمد لله يعني السعادة كلها بتاع المجهود اللي احنا بنعمله ده لما نلاقي في عيون الاخوة الافارقة او المسؤولين نظرة احترام وشكر للنادي الاهلي على التنظيم ده، بيكفينا وبيعوضنا على اي مجهود احنا بنعمله. احنا بنشكرك يا كابتن رؤوف الحقيقة المجهود اللي انت بذله، وعلى الحقيقة الخبرة والحنكة في الإدارة، في حتة إدارة البطولة نفسها، في الحاجات الفنية، لأن أنت خبير بالحاجات دي. وخلينا أقول إن كابتن رؤوف قال كلمة حلوة جدا، قال لك نظرة الشكر والامتنان في يعني في الإخوة الأفارقة والعرب بحسن التنظيم دي تكفينا. والحقيقة كمان عايز أضيف حاجة، النادي الأهلي برضو مازال حتى الآن بيقوم بدور كبير جدا. بنرجع نقول حاجة و60 فريق، تهالي حاجة و60 فريق دي ما بتحصلش، ما بسمعش الرقم ده إلا في كاس عالم ولا كاس عالم، حد بسمعه في أولمبياد إن جي فيها 65 فريق. عندك طايرة سيدات، طايرة رجال، يدي رجال، يدي سيدات، مجموعهم حوالي حاجة و60 فريق جم. لما الحاجة و60 فريق جم دول راحوا زاروا أماكن سياحية، وهنجيب لكم كمان تقرير عن الأماكن السياحية اللي زاروها الفرق، النادي الأهلي برضو كان حريص على ده لأن ده دور وطني مهم جدا إن الناس تروح وتشوف الأمن والأمان في كل مكان. لما النادي الأهلي يقوم بهذا الدور الحقيقة دي مهمة. دي لقطات من الحفل اللي كان تبادل الدروع امبارح، وكان يعني باين الجو الإخوي والجو الجميل اللي كان فيه. وكابتن رؤوف هو أستاذ محمد الضماطي على فكرة عضو مجلس إدارة اللي موجود في النص، اللي هو نائب رئيس لجنة العليا المنظمة، والحقيقة برضو من الناس اللي بذلت مجهود كبير جدا، هو والأستاذ محمد الجرحي رئيس اللجنة العليا المنظمة، خبرة كبيرة ليهم. لما نيجي ننظم بطولات تاني اكيد استاذ محمد الجارحي واستاذ محمد الضماطي خبراتهم دي هتكون تاهلهم بعد كده انه يعملوا البطولات دي يعني احسن واحسن. وخلينا اقول ان برضو النادي الاهلي ان شاء الله باحتمال كبير لسه لغايه دلوقتي ده ما فيش حاجه رسمي، بطوله الابطال او بطوله افريقيا الابطال في شهر 10 في اكتوبر، بتعمل كل سنه في اكتوبر، احتمال كبير جدا النادي الاهلي يستضيفها. وشفنا ده انه حتى من دكتور مدحت البلداجي لما سجلنا معاه قال يا جماعه الافارقه او الاتحاد الافريقي مستني ان مصر او الاهلي يطلب تنظيم البطوله تاني او بطوله تانية، يعني دول هديها له لان هو مش هيلاقي احسن من كده ومش هيلاقي فير اكتر من كده. يعني دايما احنا لما بنروح افريقيا بنلاقي دايما الفرقه المنظمه بتتميز اكتر عن الفرقه المنظمه بتبقى مميزه، يا في اوتيل يا في ملاعب يا في وقت. احنا النادي الاهلي ما تميزش في حاجه خالص، النادي الاهلي زيه زي كل الفرق، وكل الفرق بتاخد نفس الايه الميزه. يعني قصدي اقول انه حاجه، يعني طبعا ده مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد طبعا برضو كان من احد الضيوف اللي اتكرموا، وشفنا طبعا كابتن خالد حموده رئيس لجنه مسابقه الاتحاد الافريقي برضو من الضيوف اللي اتكرموا. حاجه جميله وبتسيب ذكريات حلوه للساده الضيوف، وبتهيألي ان شاء الله برضو في تقرير احنا عملناه ايضا هنزيه لحضراتكم عن زياره الفرق للمعالم السياحيه طبعا والاهرامات، لان الفرق كلها بتبقى جايه عايزه تزور الاماكن السياحيه. وخليني برضو اقول لكم انه النادي الاهلي مش باصص للبطولات دي انه يطلع كسبان منها. خليني برضو اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي بينظم البطولات دي عشان ده دوره الوطني وعشان دعم فرقه، وانه يقدم للمنتخبات يعني كوادر فنيه واداريه ولعيبه جاهزه ولعيبه متمرنه وخبرات للعيبه يعني كبيره جدا. فالنادي الاهلي ما مش باصص للمكسب من ورا البطولات دي، باصص ان هو يقدم يعني زي ما بيقولوا يعني هديه للمنتخبات. ده طبعا كابتن مدحت البلتاجي نائب اول رئيس الاتحاد الافريقي، يعني انتهى لي منظر كويس. ايه رايك كابتن احمد يعني منظر الحفل منظر التكريم؟ ايه دي طبيعه مدينه، دي طبيعه نادينا احنا. يعني ان احنا بنعمل حاجه زي كده دي بالنسبه لنا حاجه يعني من النادي الاهلي دي حاجه عاديه جدا، يعني ان احنا ما بنشوفهاش بره صدقني يا كابتن. ما انا بقول انما احنا بالنسبه لنا عشان احنا النادي الاهلي صحيح، فالحاجه دي بالنسبه لنا احنا متربيين عليها صحيح، ان لازم بنكرم ولازم بنستقبل واحسن اقامه وديك شايف الملعب عامل ازاي. احنا بنلعب على صالات بره، ما انت شفت يا كابتن حسن بعيد عن الاوتيل. انا يعني دي كابتن بيسا طبعا. وخليني اقول حاجه بقى معلش يا كابتن بعد اذن حضرتك، كابتن بيسا كويس انها جت يعني في اللقطه كده عشان يعني نفتح الموضوع. كل التحيه والتقدير لفريق البنات، واحنا الحقيقه يعني سعيدين جدا بادائهم
والناس كلها تقول لك يا عم انت بتقول ايه ده خسروا ومش عارف ايه خالص. البنات عملوا اللي عليهم، البنات يعني موتوا نفسهم الحقيقه، يكفي اكتر اكتر من اللعبة. اكتر من اللعيبه، ولو خدوا ان شاء الله باذن الله ونادي الاهلي طالما بدا مشوار بيكملوا للاخر. لو اتعملت البطوله الجايه دي هتلاقيهم تحسنوا عن اكيد البطوله دي. وانا بقول لحضرتك من غير ما افكر ان شاء الله لو الجهاز الفني طلب المشاركه هيشاركوا تاني، لان ده النادي الاهلي. يا ريت يا كابتن عايز. انا بقول لحضرتك النادي الاهلي كده يا كابتن، ما هو الجهاز الفني طلب هيشارك. النادي الاهلي ما بيتدخلش، مش هيروح للجهاز الفني يقول له لا. ما هو مجلس اداره بيدعم الناس بيدعم. مجلس اداره طلب فورا، انا بتوقع ان شاء الله. حتى وده اكبر دليل يا كابتن، معلش يعني النادي الاهلي كنا من قبل البطوله واحنا قلنا في ملوك السيارات عشان ناخد البطوله دي عايزه معجزه، ومع ذلك البطوله جت واستضفناها. هو ده النادي الاهلي طبعا. فخلينا نقول برضو يا كباتن انه يعني تنظيم بطوله زي اللي جايه دي، بطوله الابطال، النادي الاهلي بقاله كتير جدا ما نظمهاش. يعني ابطال الكؤوس نظمناهم، يعني نفسنا ننظم بطوله شهر اكتوبر دي، بس دي هتبقى يعني مفرمه. البطوله دي بتبقى مفرمه. بيشترك فيها بقى، بيشترك فيها ناس توانسه وجزائريه، وبيستعينوا بمحترفين من بره، ويشارك طبعا اكيد نادي الزمالك المصري. كل الفرق بتستعين بالمحترفين. لا لا يعني كل الناس كل الفرق اللي بتيجي من بره دلوقتي بيستعين بلاعب باثنين محترفين. يعني مش حتى انت جوه مصر اهو، يعني الزمالك السبورتنج استعان بالاحمر كابتن كابتن محمد الالفي اهو. جميل جميل كابتن محمد الالفي ابني من والله، وعامل فرقه يعني عامل فرقه كويسه جدا. فرقته طبعا في ناس 17 سنه او 18 سنه. لا 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 هو موعود انه ياخد الكاس. خده في اليوبيس السنه اللي فاتت. ايوه هو مثل وسلم قبليه، هو واخد سنتين واربعه كاس، خده مننا الكاس. خليني اقول لحضرتك ان كابتن يعني محمد الالفي محبوب من الكل بصراحه. طبعا طبعا هو لذيذ، عشره عمر على فكره، وكان لعيب جامد جدا. كان لعيب جامد، كان لعيب بصراحه. لما حتى جه من هليوبلس النادي الاهلي عمل اضافه. صحيح عمل اضافه. الواحد لما بيشوفه على الشاشه الحقيقه بيبقى سعيد. هو مبتسم جدا. مبتسم على طول. على طول. طيب وخلينا نقول برضو يا كابتن يعني سعاده الفرق وهي قاعده بتشارك في الكلام ده. يعني انا ببقى سعيد فيها يا كابتن. كل الفرق الافريقيه طبعا يعني الصور التذكاريه دي مش عايز اقول لكم دورها ايه، انما لما اللعيبه بترجع تاني لبلادهم بيبقوا سفره، ولا ايه رايك يا كابتن؟ طبعا. يبقى الراجل يعني جه مثل في مصر ولعب بطوله وزار اماكن والكلام ده كله، بيبقى دي حاجه يعني بيمشي هناك اكنه سفير. صحيح. يعني بياخد له الصوره، بيبص ده ولا انت زي ما انت ويتبادلوا الصور مع بعض. بس انت وبعدين مصر ما شاء الله يعني بترحب باي حد من بطوله الناس الافارقه. ده اضاف لك الاقامه ذات نفسها شكلها ايه، التغذيه شكلها ايه، البرنامج زي شكله ايه ذات نفسه. ما انا بقول لك هم اتبهروا بالكلام ده لما حتى راحوا زاروا وعملوا كذا. احنا سافرنا دول قال لك كنا يعني بنعاني. صحيح. بس هي دي ظروفهم ودي امكانياتهم. يعني انت لما بتروح حتى تمثل افريقيا بره في اي بلد ما بتصدق البطوله تخلص. انت من عاوز تقدم الساعات عشان نرجع من من الاقامه. لا الحقيقه احنا كنا بنستنى عشا السفير. ايوه والله كنا بنقعد نستنى عشا السفير. هي دي بس. ولما السفير ياخر العشا شويه نقول يا ايه ده، هو في ايه؟ هم شكلهم الطباخ واخد اجازه. هي دي بس الحاجه الوحيده اللي كانت بتهون عليك. انت عارف لما كنا نروح للسفير يا كابتن، والله ذكريات حلوه كده بتفكرني يا كابتن. لما كنا نروح والسفير يعمل عشا في اول السفريه كده واحنا خارجين نقول له معالي السفير ونبقى عشا تاني. مش الناس جعانه بس. ايوه وهنعمل ايه؟ انت مش عايز تاكل في الفندق؟ الاقامه اللي معسكر اللي انت بتاكل. وكابتن كوره سله طايره كله بيقول نفس الكلام. لا 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 يا كابتن اسف احنا مش عارفين بناكل ايه اصلا. انت من كتر الجوع انت بتاكل وخلاص. ايه هو الاكل انت مش عارف؟ بس انا كنت باكل فاكهه، ناكل فاكهه في افريقيا حلوه. ما هي بس هي دي عشان باسكت. ما ده يعني ممكن تعزيل لحمه. التونه عامله ايه؟ التونه كانت معاكم عامله ايه يا كابتن؟ خلاص بطلناها. انتوا كنتوا بتعملوا زي بقى لما كنا نيجي ناكل تونه يا كابتن نقول ايه تونه بالنهارده هناكل تونه بالفلفل. ايوه. نيجي تاني يوم هنخير بقى ناكل تونه بالبصل. تالت يوم هنقول لا النهارده بقى هنغير، لازم احنا بقى لنا يومين بناكل تونه، ناكل تونه مثلا حاف. هو ده التغيير. هنعمل ايه؟ عايزين نرجع نمنع. اول ما بنرجع مصر بنقعد بتاع شهرين لا تونه ولا حلاوه. ابو الكباتن احنا مره في افريقيا كنا فينو بالكاكاو. بسم الله ما شاء الله كابتن. فينو بالكاكاو مش لاقيين اكل. مش لاقيين. والله دخلنا في الجابون نخش مش لاقيين، دخلنا كلنا الفينو اللي متوفر والكاكاو، بقينا نجيب اللي نفتح الفينو نحط الكاكاو. ملينا يا خبر ابيض. ملينا ما شاء الله. طيب نازلين يعني. طيب خلينا نقول يا كابتن ان احنا سمعنا في التقارير اللي كانت بتتسجل كتير جدا مع الاخوه
والأشقاء الأفارقة والعرب كانوا بيتمنوا زيارة الأهرامات، وكانوا بيقول لك أنا نفسي أزور المعالم السياحية واللي واللي واللي. النادي الأهلي عمل رحلة زي البطولتين اللي قبل كده، الرجال والسيدات عمل رحلة برضو للأهرامات وعمل رحلة للأماكن السياحية. هذه لقطاتها يا كابتن، بص كل البعثات بتاخد الصور فيها. يعني ده النادي الأهلي هو اللي منظم طبعا بالاتفاق مع وزارة الآثار والاتفاق طبعا مع وزارة الشباب والرياضة. بص يا كابتن، بس أنا المنظر ده يعني المنظر ده بملايين دعاية مش هنلاقي. بص يعني طبعاً. يعني المنظر ده الحقيقة ده أكبر دعاية لمصر. هو بأمانة مجلس إدارة النادي الأهلي من يعني بأمانة بأي ضيوف بيجوا لبطولات أو أي حاجة بيعمل الكلام ده معهم، دي تحسب له من أكتر من 100 سنة والله بأمانة. يعني بيجوا أي حد بيجي. خلي بالك يا كابتن، خلي بالك كابتن، مش كل الجنسيات اللي موجودة أفارقة. عندك مدرب مدير فني زي بتاع وداد سمارة أوروبي برضو، ده جه زار وشاف قلب سفير على طول عن مصر، يقول لك لا الكلام اللي بيتكتب في الميديا الغربية وكلامنا ملوش. أنا اتحركت مفيش، احنا مش شايفين ما شاء الله. بص عاملين احنا اللي مقصرين مع آثارنا على فكرة. انا بقالي اكتر من 20 سنة رحت شهر يا كابتن. انا ساكن جنبه زي الكابتن احمد بابين. هم متمتعين اكتر منك. انت يمكن ما تعرفش، انت عشان حاسس انه تحت امرك وتروح في اي لحظه فاتت ما تروحش. انما بص عاده، بص لا وهم على فكره بياخدوا صور تذكاريه حاجه جميله والسعاده على وشهم. خليني اقول لك يا كابتن والله انه اللحظات دي مش هتتنسي في دماغ اللعيب. هو زي ما احنا كنا بنسافر ما بنسافر المغرب ولا بنسافر تونس ولا الحاجات دي كلها لحد دلوقتي الذاكره بس ذاكره وفاكر رحت فين وجيت منين وكل يعني انا عايز اقول ان يعني هو النادي الاهلي برضو الحته دي بينتهز الفرصه. والله انا بصراحه يعني انا عايز اشكر مجلس الاداره على يعني التفكير اللي فكروه في ان احنا على الاقل حتى يعني ده بيفيد البلد بعد كده. صحيح يا كابتن، هتفضل ذكرى فيهم ليهم طول العمر. هيقعد يقول لك احنا رحنا النادي الاهلي سنه كذا وعملنا كذا وكده، ومجلس الاداره عمل معانا يعني امانه الناس يشكروا على الكلام ده كله. بص يا كابتن كل الفرق، بص يعني الفرحه على وجوه الناس ذات نفسها، يعني اعداد كبيره جدا من اللعيبه والجهاز الفني، مفيش حد بيتخلف على الرحله زي دي. لا 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 طبعا. وخلي بالك برضو مش بس اللاعبين اللي بيروحوا، ده انت عندك رؤساء البعثات ورئيس الاتحاد الافريقي منصور اريمول اللي بيعشق مصر. يعني هو بيقول لك انا بحب مصر جدا جدا جدا، وبيجي مصر بيقول لك انا يعني بستنى مجيئه لمصر لان انا بستمتع بيها جدا. وخليني اقول برضو يا كابتن انه فتح نفسنا بصراحه النادي الاهلي، يعني انا نفسي النادي الاهلي ينظم بطولات كتير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بكره ان شاء الله باذن الله. كل ما ربنا يعني تلاقي التنظيم ناجح هم اللي بيطلبوا الافريقيا بتطلب. انا لازم اقول لك ما صدق ان هم قالوا مصر قال لك مستنيين. ودكتور مدحت البلتاجي قال لك الاتحاد الافريقي مستني يسمع ان مصر طب بلاش الاهلي، اي نادي في مصر ينظم. يا كابتن انت مثلت كاس عالم انديه قبل كده ونجح. كاس عالم انديه قبل كده ونجح يعني، وما شاء الله احنا ما كنا خدنا بقى الرابع ولا مش عارف، بس نجح. التنظيم كان هايل يعني. خلينا نقول يا كابتن ان احنا قعدنا فتره برضو غايبين عن تنظيم بطوله افريقيا، عن تنظيم افريقيا بالذات. ليه؟ خوف والدعايه والناس كانت بتبقى خايفه. من دلوقتي زي ما انت قلت بقى في ثقه خلاص. صحيح. يعني ما بيصدقوا انت، يعني اي اتحاد ما بيصدق انت لو طلبت تنظيم كاس عالم انديه هيوافقوا لك. انت عارف يا كابتن تنظيم البطولات دي بيدي برضو تقل لمصر جوه الاتحادات الافريقيه، يعني بترجع عارف. خلينا نقول ان الرياض حسب تقل البلد، تقل البلد. افريقيا في مصر هيرجع تاني ان الافريقيا كلها ترتبط. خلي بالك الرياضه تنجح حاجات كتير، بتقرب رقم واحد على فكره، فتنجح هتنجح تاني تربط الشعوب الافريقيه بمصر تاني، ودي حاجه مطلوبه اكيد. دي اللي احنا طالبينها. صحيح عايزين نبقى في الرجوع تاني والسياحه تيجي والناس. لا احنا النهارده النادي الاهلي منظم كام بطوله زي ما بيقول الكابتن هيثم في شهر ونص. انت يعني دي حاجه طبعا. لا وما شاء الله نجحت. يعني الفولي نجح، الباسكت نجح، ما هو نجح وكلمناه بالنجاح خدناه. ما انا بقول لك يعني ما شاء الله تنظيما وخدناه، وان شاء الله ربنا سهل، ربنا يوفق ونكسب بكره باذن الله. طب كباتن نروح نشوف طبعا منى الهجراسي، طبعا هي مسؤوله الاقامه والاعاشه، قالت ايه عن البطوله وارجع لحضراتكم دي. و
والله هو الحمد لله ما كانش فيه مشاكل، بس هو كان فيه طلبات. هو الأفارقة في الأكل بالذات طلباتهم كتير، يعني بيحبوا توابل معينة على الأكل جايبينها معاهم، بيطلبوا نوع أنواع معينة من الأكل، حاجات كده. بس الحمد لله كل حاجة كانت متوفرة والناس كلها مبسوطة وكلهم مرتاحين الحمد لله. البطولة دي الهاندبول بالذات الأعداد أكبر من البطولة اللي فاتت بتاعت الفولي، فنشاط الرياضي عامل مجهود جبار الحقيقة، وإحنا بنحاول نريحهم ونبسطهم يعني على قد ما نقدر. وعملنا لهم كمان يوم سياحي، راحوا الأهرامات وانبسطوا جدا، ومفيش الحمد لله لحد دلوقتي أي شكاوى من أي حاجة، والناس كلها مبسوطة. ما كانش فيه أي حاجة صعبة غير بس تنظيم التدريبات والماتشات وحاجات كده، لأن الفرق كتير، فكان مواعيد التدريب لكل الفرق بنحاول نظبطها على حساب كل ماتش، يعني على أساس كل ماتش مين هيلعب إمتى ومين هيتمرن إمتى ومين في الأول ومين في الآخر. فهي كانت صعبة شوية، بس الحمد لله القائمين على التنظيم ووضع الجداول اللي عاملين مجهود جبار، والناس ما بتنامش، والحمد لله البطولة تلعب بشكل كويس الحمد لله. بيبقى فيه جنود مجهولين الحقيقة وراء التنظيم، الناس مش شايفاهم، الناس فاكرة يعني، أو لما بيجي الماتش على التلفزيون الناس يعني عشان الفرقة تيجي أو الفرقة تتمرن عشان استعداد المباراة دي، كل ده بيبقى ليه شغل. طبعا منا الهجراسي أكيد مجهود جامل معمول عشان تسكن الفرق، ممكن يبقى فيه شكوى، ممكن يبقى فيه طلبات، مش لازم شكوى، طلبات في الأكل، في فرق واخدة عايزة أكل معين، في أكل مواعيد معين، يعني اللي ماتش الساعة 4 عايز ياكل واحدة، اللي ماتش الساعة 8 عايز ياكل ثلاثة، فالمواعيد دي برضه تظبطها مع الفندق بيبقى من خلال اللجنة. الموضوع ده مجهود جبار جدا لا تتخيلوه، وعشان يبقى معاك أرقام تليفونات وتنسق مع الناس والفرق، الموضوع صعب في وجود 24 فرقة، 9 سيدات و15 رجال، 24 فرقة، فالموضوع صعب. الحاجة التانية مواعيد التدريب، أنت طبعا عندك النتائج بتتغير كل يوم، فدور الثمانية ممكن ناس تخسر وناس تطلع، فمواعيد ماتشاتهم بتلخبط، عشان تقعد تعمل جداول وتمرن كل فرقة في ملعب او في ميعاد ماتشها بتاع تاني يوم، برضو الموضوع صعب. اولا بتبقى محتاج الباص يبقى تحت الاوتيل قبليه بنص ساعه، مجهود كبير، انا مش عايز ادخل حضراتكم فيه، مجهود بيتعمل من خلال اتحادات ساعات، يعني اتحادات ممكن يعني لو شفنا مثلا اتحاد معين بينظم بطوله افريقيه او عربيه او حاجه بيبقى عنده مثلا 12 13 فرقه، انما ما فيش ال 24 فرقه في وقت واحد بيتنظم لهم كل ده، صعب صعب، لانه الدنيا بتبقى مش بالسهوله دي، لان كل فريق ليه طلب، بالاضافه ان انت الاوتيلات ممكن اللعيب يخش اوضه ما تعجبوش، التكييف مش كويس، يعني قصدي اقول لكم مشاكل لا تنقطع، عشان ما يجيلكش شكوى من الموضوع ده، مجهود جبار جدا جدا. واحنا بنشكر كل اللي ساهموا في حاجه زي دي، لان نجاح التنظيم من نجاح البطوله، ونجاح التنظيم اصلا بيدي كمان انطباع جيد عن الدوله وعن نهضه الرياضه فيها. وخلينا اقول برضو انه كره اليد عندها كاس عالم 2021 هيبقى في مصر، كاس عالم للكبار مش للشباب، ومصر بصدد انشاء 3 صالات مغطاه عشان استعدادا للبطوله دي. كل اللي احنا شايفينه ده استعداد لكاس العالم. ليك استعداد هتقول لي ده بدري قوي، لا مش بدري، لان انت عندك مش بس بتستعد بلعيبه، انت بتستعد بكوادر، اكيد كل الكوادر اللي اشتغلوا في البطوله دي مع النادي الاهلي اكيد هيستعان بيهم اتحاد اليد، كل الكوادر اللي اشتغلت سواء مراسلين سواء كل حاجه هتبقى بطوله باسم مصر، وهيشارك فيها فرق بقى كبيره، هتلاقي فرنسا، هتلاقي الدنمارك، هتلاقي فرق كبيره جايه، وهتتعمل صاله، في صاله بتعمل تقريبا على ما اتذكر شرم الشيخ، في صاله صح ولا غلطان، وفي صاله في 3 صالات في محافظات الاقصر، فين يا كابتن تاني؟ الاقصر والغردقه وشرم الشيخ، في صاله في العاصمه الاداريه كمان بتتعمل، في صاله في شرم الشيخ، وفي شرم الشيخ يعني يبقى في صالتين في شرم الشيخ. وخلي بالكوا الصالات دي مش بتبقى صالات عاديه، يعني مش صاله، لا ده بيبقى فيه طلبات، من ضمن الطلبات اللي قالها لكم مثلا، خلينا نقول ان انا ياما رحت وشفت طلبات الاتحادات الدوليه والحاجات دي، لازم يكون في 4 غرف لبس. هتقول لي 4 غرف لبس ليه؟ الماتش اللي شغال والماتش اللي هيشتغل، لان ما ينفعش تيجي انت تقول انا فرقه جايه اقعد في المدرجات لغايه ما الفرقه اللي جوه تخرج، لا هو بيخلي الفرقه فرقتين في الاوضه، والفرقتين اللي جايين عليهم في الاوضتين التانيين، يكون الفرقتين دول غدروا، والفرقتين يعني دايما يبقى في 4 اوض لبس زي بعض، لازم يكون في جوه الصاله مكان مجهز للميديا وللصحافه بانترنت بسرعات محدده، يعني لازم يكون انترنت سرعته عاليه جدا، لان بتبيع الفيديوهات، بتبيع التقارير، برضو الحاجات دي اللي عايزه بنيه تحتيه قويه في الصاله، ما ينفعش انت تجيب الناس وتقول لهم الانترنت مش شغال، واخد بالك ازاي؟ فطبعا دي طلبات مصر بتوفيها. الاضاءه، الالومينيشن بتاع الصاله، الاضاءه،
بيبقى ليش وحدات قياس بيسموها لكس، بيقول لك انت لازم تشوف الاضاءه قد ايه في الصاله، لازم يكون حد معين ما تقلش عنه. ليه؟ عشان اللعيبه نفسها والستاندرد العالمي باضاءه، فلازم يكون في كشافات معينه باضاءه معينه بتكثيف معين للاضاءه. بيجيب اجهزه الاتحاد الدولي يقيس، يحط الجهاز كده في الصاله ويقيس. كل ده بيتاخد في الصالات دلوقتي. لازم تكون ارضيات معينه، يعني مثلا هديكوا دليل، صاله الصالات الالعاب اللي هي الطايره واليد ما بيعترفوش بالباركيه، السله بتلعب على باركيه، فالبطوله دي بطوله يد، يبقى لازم الملعب تريفليكس برضه، الارضيه لازم تتجهز. الحاجه الثانيه المدرجات، المقصوره، الفي اي بي، الحمامات بتاعه الجمهور، كل الكلام ده بيتراقب. ده انا عايز اقول لكم الاتحادات الدوليه بتخش تشوف الحمامات، بتشوف اخبارها ايه، هل دي مجهزه للجمهور ولا لا، كل ده بستاندرد معين. فطبعا الحاجات دي اكيد ان شاء الله بتعود على مصر بنيه تحتيه، بنيه تحتيه في كل المجال. يعني ثلاث صالات دول لما تعملوا بصراحه كابتن، انا اقدر دلوقتي اقول لما بعد الثلاث صالات دول ما تعملوا، ما هاخد رايكم برده يا كابتن، ثلاث صالات دول اتعملوا، انا ممكن دلوقتي ككره سله مثلا بلاش كره طايره، اقول انا عايز انظم كاس العالم طايره، ما انا عندي بنيه تحتيه متاح لي. خلاص احنا اتفقنا، قلنا لو الامكانيات جاهزه هنا خلاص، اي اتحاد اوروبي مش عارف دولي افريقي كله طلبت هيوافق. اما افتتحت صاله خلاص اتوافق في اول التسعينات، ادام عندك الامكانيات ونجحت كده خلاص. 35000 متفرغ صاله واحد، ما جت بطوله العالم للشباب هنا يعني ايه 35000 متفرج؟ دي ما حصلتش على مستوى العالم. فالناس يعني ولحد النهارده هي اللي عامله الرقم القياسي في صحيح. وخلينا برضو نقول يا كابتن ان دي في بنيه تحتيه. يعني ايه بنيه تحتيه؟ دي حاجه بتعيش معاك عشرات السنين يعني فلازم نستعد له من دلوقتي. واكيد النادي الاهلي ده برضو تنظيم البطولات دي بيساعد بشكل او باخر وبيجهز لمصر كاس العالم 2021 ان شاء الله. طيب كابتن خالد حموده كان رئيس الاتحاد المصري السابق لكره اليد، هو الان رئيس لجنه المسابقات، وهو كان هو رئيس الاتحاد ايضا، كان رئيس لجنه المسابقات الاتحاد الافريقي. صورنا مع التقرير ده، نشوف قال ايه وارجع لحضراتكم. طبعا معروف سمعة النادي الاهلي وعلاقته في كل المجالات، سواء كان في التنظيم او الاداره او ان شاء الله الفوز بالبطولات، وده مش غريب على النادي الاهلي. بطوله قويه وكبيره فيها عدد كبير من الفرق المشتركه، فالتنظيم ما يقدرش عليه الا الناس اللي عندها خبرات وواضح من كل المجالات، سواء حتى في اماكن الاقامه المتميزه للاعبين نفسهم سعداء بيها، او الانتقالات او التغذيه، ده بخلاف الحاجات اللي داخل الملعب، سواء في البرامج التدريبيه اللي بتعد ودي اصعب حاجه، او تنظيم المباريات ويمكن دي اسهل حاجه، لكن الحاجات التانيه دي كلها صعبه وهي اللي تتحكم في نجاح الدوري. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكلل كل الجمال ده كله بالفوز بالبطوله ان شاء الله. رئيس الاتحاد الافريقي يهمه نجاح بطوله العالم 2021، وتنظيم مصر بانديتها مثل هذه الاحداث بتدي خبرات للاداريين والفنيين القائمين على التنظيم والاداره. انت عارف ان هيبقى يمكن في اربع اماكن بتنظم بطوله العالم 20، فاحنا محتاجين صف كبير قوي اداري فني واعي يقود هذه بطوله العالم، وبالتالي كل دوره بتنظم في مصر مش هنلاقي احسن من النادي الاهلي وغير بعد كده ان شاء الله انديه ثانيه، لكن لضمان النجاح هو يهمه النجاح، وطبعا لما يرجع للنادي الاهلي اكيد بتبقى حاجه كويسه. فالشهاده بتتحط على صدر النادي الاهلي ومصر كلها، فالاتحاد الافريقي بيضع هذه الثقه الغاليه. يعني كل حاجه دلوقتي هي بقى التكنولوجيا هي اللي سايده، ويجب ان احنا نساير الركب العالمي في كل هذه الامور. وواضح ان يعني طبعا ان هناك ستاف كبير ماسك الامور التكنولوجيه متميز. عايز لا اخفي عليك سرا ان الاتحاد المصري في تنظيمه لبطوله 16 اللي فاتت استعان بهذه القيادات اللي في النادي الاهلي وكانت متميزه، واعتقد ده سبب من اسباب نجاح البطوله اللي فاتت والبطوله دي ان شاء الله. على
على فكره انا والله ما سمعتش تقرير كابتن خالد حمود، انا قلت الكلام ده لان انا فهمت ده هو قال، انا نفس الكلام اكده والله انا ما سمعت تقريره، وهو ولا سمعت اللي قاله، هو نفسه قال كابتن خالد حمود قال لك اكيد الاتحاد المصري هيستفاد من تنظيم النادي الاهلي لبطوله افريقيا، وده وضع طبيعي لان احنا بنكمل بعض، النادي الاهلي بيعمل عليها ده وضع طبيعي جدا. وانا بقول لكم بقى اكبر هديه قدمها النادي الاهلي البطوله دي فريق السيدات. الناس بتقول لك فريق السيدات خسران، انا بقول لكم لا، انا بقول لكم فريق السيدات ده اكبر هديه قدمها النادي الاهلي لمنتخب مصر، خاصه ان في عضو مجلس اداره محترم جدا في الاتحاد المصري دكتوره منى او كابتن منى، الحقيقه عملت شغل كويس وبنت فرقتين جامدين قوي مواليد 98 و2000، وخدوا افريقيا هنا وخدوا افريقيا هنا وكسبوا انجولا هنا وكسبوا انجولا هنا. فالنادي الاهلي كل اللي بيعمله ايه، خد يعني اغلب في لعيبه كتير جدا ولاعبات، انا اسف لعيبات كتير مواليد 98 و2000 في النادي الاهلي، النادي الاهلي عدهم كويس، هيرجعوا تاني لمنتخبهم جاهزين، يعني ادى المنتخب نواه يقدر يبني عليها فريق السيدات. الكره هنا ان شاء الله عند الاتحاد، وانا كل ثقه ان الحقيقه الاتحاد هيقف مع البنات لان ده مكانهم الطبيعي. دايما كل الالعاب تلاقينا متفوقين فيها رجال وسيدات، طايره رجال وسيدات، سكواش رجال وسيدات، ما ينفعش نبقى احنا في اليد رجال بس، وان شاء الله اكيد الاتحاد هياخد الكلام ده بمحمل الجد. هو دفع بس كابتن عايز ان هم واخدين البطولتين بره مصر كمان مش جوه مصر كمان. طبعا طبعا طبعا، ما انا عارف الكلام ده، لانه خلينا نقول يا كابتن انه انا عندي جيل طالع كويس راكب على انجولا اللي هي اقوى اقوى فرقه تلعب، فلما الجيل ده يوصل يبقى درجه اولى بس ياخد الاداء، اصبر عليه 4 سنين 5 سنين، اتحمل النتائج السيئه شويه، نظم من دلوقتي. ما انت عندك في بنات عندك محترفه بره. انا عارف محمد لو كانت جت فرقت مع الفرق طبعا، ما عرفتش تيجي، وهم ما في بنت من سبورتنج باك ليفت كويسه، دي كويسه جدا. ياسمين اللي كانت بتلعب معاه دي من سبورت بنت ياسمين النصر، هايله بنت هايله. وانا في حاجه يعني بص، اي حد ملاحظها، اي حد بتستضيفه ويتكلم على البطوله بيتكلموا على البطوله بيتكلم على التنظيم. صحيح يعني بص، شوف اي حد كلمته بيتكلم على التنظيم، تنظيم هايل، اداره هايله، تغذيه هايله، مش عارف ايه، وبيتمنى ان يجي يكررها تاني. يعني كابتن خالد حمود قال لك نفس الكلام، نفس اللي قاله هشام نصر، نفس اللي قاله كل واحد، التنظيم هايل. فهو يعني كلنا متفقين ان التنظيم يأهل انك تحقق بطوله هنا تاني وتالت ورابع، وتنظم بطوله افريقيا، عاوز بطوله عالم، عايز يعني مباح لك اي حاجه تعملها. طب في تقرير طبعا يعني سجلناه مع الكابتن الحمير عمر طبعا مدير الاداري لفريق وداد سمارة المغربي، خلينا نشوف عليه وارجع لحضراتكم. لابد من أتقدم بالشكر الجزيل لمسؤولي نادي الأهلي المكلفين بتنظيم هذه الدورة، استغلوا اليوم راحة وقاموا بتنظيم رحلة جماعية لمختلف الأندية والوفود المشاركة، وهذه الجولة شملت أهرامات الجيزة، ومن خلالها تمكننا من التعرف على تاريخ وحضارة مصر، وقمنا بجولة سياحية في البازارات المحادية الموجودة بالجيزة المحادية الأهرامات، وكانت رحلة ممتعة وشيقة، تمكننا من خلالها من التعرف على أحد عجائب الدنيا السبع وتاريخ مصر العريق. بالنسبة لتنظيم هذه البطولة، صراحة منذ البداية أبان مسؤول الأهلي عن حنكة وتجربة كافية في تنظيم البطولات، والدليل على ذلك هو أن جميع الأمور كانت على أحسن ما يرام، من خلال توفير الصالات الرياضية كانت هائلة وعلى أحسن مستوى، توفير صالات لا مستوى التباري ولا مستوى التدارب، بالإضافة إلى التنقل وبالإضافة إلى الإقامة والتغذية، يعني كل الظروف المحيطة بالدورة كانت في المستوى المطلوب. صراحة هذه الدورة أبانت بأن نادي الأهلي كان في المستوى وبإمكانه تنظيم الدورة المقبلة، لما لا بإمكانه تنظيم الدورة نظرا لما يتوفر عليه إمكانيات بمقارنة مع باقي الأندية الأخرى المشاركة. الحمد لله احنا موجودين في مصر، مصر كنعتبروها بلدنا الثاني منذ قدومنا، ونحن نحيط بحفاوة ديال الاستقبال وكرم الضيافة، والشعب مضياف وكريم، وتبين من خلال تواجدنا لا في الملعب ولا في الفندق ولا خارج الملعب أيضا في الأماكن التي زرناها، يعني يرحبون بالضيف أكثر
يعني شعب مضياف وكريم وخلوق. هذه هي الميزات التي يتمتع بها الشعب المصري، ونحن فخورون بتواجدنا في بلدنا الثاني. والحقيقة احنا برضو فخورين بوجودكم عندنا الحقيقة كل الأشقاء الأفارقة والعرب. ده شرف كبير تواجدكم على أرض مصر، شرف كبير ان انتوا بتلعبوا على صالة الأمير عبدالله الفيصل في النادي الأهلي، شرف كبير ان طبعا ترجع تاني زي ما بيقولوا ترابط الدول مع بعض من خلال الرياضة، والنادي الأهلي هو ده دوره اللي بيقوم به. كباتن خلينا نتكلم يعني شوية كده، ناخد سريعا كده مباراة بكرة ان شاء الله. مباراة بكرة الاتحاد الليبي 100% مش هتبقى زي المجموعة، لا بلينا ولا الاتحاد ولا ليهم. بس فرق برضك الخبره والكلام ده يعني هيبقى لمصلحه النادي الاهلي. بس برضك هو زي ما اللاعيبه قالت والكابتن محمد عادل والكلام قالك احنا بنحترم كل فرقه وبننزل بنلعب زيها زي اي مباراه. انت هتحترم الفرقه اللي قدامك من اول المباراه زي النهارده كده حتى تكسب، وهتبقى الماتش ماشي في صالح نادي الاهلي، ويبقى مرتاح وهتسعد جمهورك وتسعد نفسك وكلام، وهي كلها ساعة. طب تفتكر يا كابتن الاتحاد الليبي فرحته الشديدة النهارده بالفوز وتأهل الفاينل اكتفى بكده؟ ما هو انا قلت لك هو مجرد ما كسب، انا قلت لك ايه في البداية؟ قلت لك دي بطولة لوحدها عنده، هو كده يعني خد كأس العالم مش مش بس قصدي هل اكتفى؟ بس هو يبقى عنده أمل، عنده أمل، عنده أمل يلعب على البطولة. هو أول 10 دقايق هيشوف نفسه، لقى نفسه الفرق عامل كده خلاص زي النهارده كده، زي النهارده 5-0 الفرقه سلمت. يعني افهم من كلامك ان لازم الاهلي برضه يفرض شخصيته بكره من اول دقيقه. بعد كده افتح طول الشوط الثاني والنص الاولاني وبتاع، ويحصل تغييرات وبيوزع المجهود للناس كلها، ما بيثبتش على التشكيل. خاصه ان احنا عندنا ميزه كمان يا كابتن، الميزه اللي عندنا ان الاتحاد الليبي كمان لعب مباراه كبيره قويه يعني اكيد تعبته، اكيد ان بكره مش هينزل بنفس المجهود بتاع النهارده. انا عايزك شايفك عايز تقول حاجه يا كابتن احمد. فضل. هو لا انا كنت عايز اتكلم على موضوع النهارده، ان هو النهارده الماتش متعب بالنسبه له. هو كسبان فرق جون والماتش مزنق. بس ارجع اقول المباراه النهائيه بيبقى ليها حسابات ثانيه يا كابتن. انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نلعب زي ماتش النهارده. يعني ماتش النهارده احنا ماتش النهارده ماتش الدور الثمانيه، دور الثمانيه، دور الثمانيه. المباراتين دول من احلى مباريات الموسم، احسن مباراه. بص يا كابتن انا ما بقولش على النتيجه والله، وده مستوانا. واحنا حتى لما في سلبيات قلنا في سلبيات طبعا، ولكن انا بتكلم على الاداء بشكل حلو. لا اداء رجولي دور الثمانيه، دور الثمانيه والنهارده بصراحه 100% 100%. احنا من اول خمس دقائق احنا قلنا الماتش هيطلع فرق كبير من اول خمس دقائق النهارده. انا قاعد انا والكابتن احمد قلت له باذن الله بكره قلت له الفرقه سلمت. بس خلي بالك كابتن يعني في الدور الاول نتيجه 28-20 كان برضو النادي الاهلي لسه خارج من الازمه النفسيه شويه بتاعت ماتش السوبر، وكان ده تاني ماتش في المجموعه بعد كنا ضمننا. لا غير ضمن، بس هو انت الاهلي ما بيضمنش، مش موضوع ده، هو عايز يكسب. بتهيألي دلوقتي النادي الاهلي نفسيا واقف على رجله اقوى، مجمع نفسه في فورمه الحمد لله كويسه. في نفس الوقت فريق الاتحاد الليبي من حقه شرعا ان هو يعني حق شرعي عنده انه ينافس على البطوله، فهيموت نفسه. هو الفرقه الثانيه المفروض بتلعب نهائي، يعني هو الطرف الثاني بيلعب نهائي، هو نسبته لحد الوقت اللي احنا فيه ده 50% و50%. انا اتمنى باذن الله بكره ان شاء الله ان هو زي ما ماتش النهارده بالظبط، او ماتش دور الثمانيه زي ما قلنا. بس انا افهم من كلامكم حاجتين يا كابتن، البدايه المباراه 10 دقايق الاولانيين دول مهمين جدا. سمير قال نفس الكلام، حضرتك بتقول نفس الكلام، البدايه افرض شخصيتي، افهم القسم نازل. انت حدودك كده عندي، انا بدل وانا محترمك وانا بحترمك نازل العب بس انا شايف ان احنا كل يوم بنفوق عن التاني على فكره. يا رب باذن الله، لان انا الحقيقه اقول لك حاجه كابتن، انا اكلمك انا بعد ماتش السوبر انا كنت من اشد الناس الحزينه. ليه؟ لان قاعد بيتعبوا ازاي الولاد دي بتتعب، بيتعبوا جامد. عارف كابتن عاصم حماد مخلص ازاي، وعارف العيال دي رجاله ازاي، فانا كنت زعلان عشانهم جدا وزعلان عشان يعني ما برضه الواحد داخليا انا متضايق، كنت متضايق. كلنا كلنا زعلانين، ولكن انا بقول دايما اللحظه اللي بتبقى مؤلمه بتديني برافو عليك. ممكن تديني 5-6 بطولات تديني 5-6 بطولات بعد كده. فانا بصراحه نفسي اتفتحت، عايزهم 5-6-7 بطولات. طب انا عارف لما انت تعمل كده حاجه يعني عدم توفيق ارد لك انا ب5-6 بطولات. الكره عندهم
وهم قد المسؤوليه وباين، فربنا معاهم يا رب. شكلهم باين. طب يا كابتن، احنا طالما اشتكينا من التحكيم الافريقي، طالما اشتكينا حتى في كره اليد الكلام ده بيحصل، وفي كل الالعاب خلي بالكم مش في كره القدم بس، التحكيم الافريقي بنشتكي، والحقيقه دايما الاتحاد الافريقي دايما يعني زي ما بيقولوا عليه اصابع الاتهام، انه طبعا بيكون مش بالمستوى اللاعبين. حتى في ماتش السوبر اللي فات، ماتش اللي هو الاهلي والزمالك، حصل انتقاد كبير لاداء الحكام. طب خلينا نشوف رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي قال ايه، وارجع لحضراتكم. Je vous remercie pour cette interview que vous m'avez. طبعا هو بدا كلامه بالشكر على اللقاء، ولكن بيقول طبعا من الناحيه التنظيميه للبطوله من الصعب جدا انك تكون عندك 20 فريق وتعمل تنظيم يصل للنجاح، يصل للنجاح ده. فالكلمه الوحيده اللي ممكن يقولها على التنظيم ده هو تنظيم ناجح. الاهلي سيت ان جراند كلوب، بيقول النادي الاهلي هو فريق كبير، فمن الطبيعي ان فريق كبير ما يعملش حاجه اقل من كده. توتي بارفيت. ما قل ودل يعني الحقيقه، رئيس الاتحاد الافريقي ما قل ودل، سوري رئيس لجنه الحكام ما قل ودل، قال لك انا بشكر على التنظيم والنادي الاهلي نادي كبير، وحته ان هو طبعا بيشكر النادي الاهلي على التنظيم، وده طبعا شايفينه من الاجماع، ولكن والنبي بس بقى يعني ظبط لنا التحكيم. فهو طبعا بس الحكم مظلوم، خد بالك يا كابتن، يعني برضك ما بني ادم يعني، وبرضك لي اخطاء زي اللاعب ما بيخطا والمدير الفني بيغلط. والله مش انحياز ومش كلام شعارات، انت خبرتك في الملعب وفي التدريب والحاجات دي كلها بتبقى عارف الحكم. حكم اخباره ايه؟ من اول صفاره. والله العظيم من اول صفاره. بس خليني اقول ان برضه الحكم مظلوم، ما هو انت الحكم محتاج احتكاك زي اللعيب زي المدرب خبرته اللي اول ما بطل وبقى يشتغل مدرب، مش يعني ما فيش مدرب لعيب بيبطل وتروح مديله الدرجه الاولى على طول. صحيح. لازم بتصعده ناشئين وبعدين يكبر مش عارف ايه مرتبط الكلام ده، نفس الحاجه. انا ما جيش النهارده حكم يبقى لسه، او حكم ما لعبش رياضه خالص، دي ظاهره غريب. ابص الاقي حكام في المباريات بالدرع ما لعبش رياضه خالص، ايه وخد دراسه، مش بيبقى فيه يعني اختبارات تاهيليه من اساسها. ايوه كابتن. يقول لك ايه مثلا الرياضه اللي هيحكمها؟ يقول لك ايه بقى، يقول لك احنا لاقيين حكام تكلمه، يقول لك تقول له الراجل ده ما لعبش الرياضه خالص كواليفايد. يقول خد دراسه يروح ينجح فيها يبقى حكم. طب يا كابتن ما لعبش الرياضه برضك، اللعب يدي احتكاك، فبيقول لك ما هو ما لعبش. تبص تيجي تكلم الحكم يقول لك ايه، مصرنا يعني الفلوس قليله، يعني برضك احنا كويس ان فتحنا الكلام ده، لازم الحكام دي تبقى برضك زيها زي المدربين الفنيين والمدربين والكلام ده كله، يتجازى كويس، ياخد حاجه كويسه عشان يقدر يعني الحكم محترف، الناس كلها تنتبه للتحكيم. انا عندي اقتراح يا كابتن، اتفضل على الهوا كده هقوله لحضرتك، ومش عارف رايكم تقولوا ايه. دلوقتي الحكام عشان ترفع ميزانيه الحكم، ميزانيه جامده جدا على الاتحاد، يعني انت دلوقتي الحكم، خلينا نتكلم بقى، الحكام بياخدوا 75 جنيه في الماتش و100 جنيه حاجات ماشي. حاجات هزار يعني. ده هزار يا كابتن، ده هزار يعني الرقم اللي بياخدوه ده، هم بياخدوهمش، دول بيحوشوهم يجي برافو عليك، بيتحوش 5 6 سنين وممكن يجي اخر موسم. لا بياخدوه، لا بياخدوه. بس بيحصل ايه يعني، بتلاقي الحكم بيروح رايح مشوار ضارب فيه 3 ماتشات في يوم واحد، طبعا مهزله يعني. طب ايه رايكم في الاقتراح ده؟ انا احمل يعني مثلا، اجي اقول مثلا اي ناديين بيلعب اكس وواي عشان ما نقولش اسامي، اكس وواي بيلعبوا بعض النهارده، اخلي النادي ده يدفع 100 جنيه او 200 جنيه والنادي ده يدفع 100 او 200 ويتسددوا على الترابيزه قبل الماتش، تمام؟ الفلوس دي راح للحكام الناديين. وعايز اقول لحضرتك حاجه، الكلام ده هيبقى رقم ولا حاجه بالنسبه للانديه طبعا. يعني ايه؟ نادي بيلعب في السنه 50 ماتش، ومش هنقول ال 50 ده ماتش يعني، ما فيش نادي بيلعب 50 ماتش، هنقول بيلعب 30 ماتش، 30 في 200 6000 جنيه ولا حاجه. تتخيل بقى يا كابتن، والحكام يعني هتروح الحكام كلها عارف. انا لو صاحب قرار لو صاحب قرار هعمل الكلام ده بالامر. ليه؟ والله فكره كويسه. ليه يا كابتن؟ كانت الكوره تقريبا بتعمل كده يا كابتن. ليه؟ كانت الكوره بتعمل كده، الكوره عملت كده، بتعمل كده كوره ساعات. انا والله ما اعرف الكوره بتعمل كده ولا لا، والله انا ما اعرفش. هي الكوره بتعمل كده تقريبا الفكره دي والله ما اعرف انا الكوره بتعمل ولا لا. بس اللي عايز اقوله لك، لما نادي يدفع 6 معلش يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، لما نادي يدفع 6000 جنيه اي نادي ولا حاجه،
ولا حاجة. ولما ياخد انا الحكم ياخد من الاتحاد 100 وياخد من النادي 200 جنيه ادي بياخده في المصري 200 جنيه. وانت في انديه كتيره تعترض ليه؟ مين اللي هيعترض؟ اقول لك في انديه كتيره يعني الميزانيه بتاعتها ضعيفه يا كابتن. 200 جنيه ميزانيه يا كابتن؟ ما كابتن ما كم فرقه؟ ما انت كم فرقه ناشئين لا ما هو يعني بتكلم على الدرجه الاولى بتكلم على الناشئين. لا مش هنحط 200 جنيه ممكن نخلي في الناشئين 100. ما هو اللي بيحكم درجه اولى مش بيحكم ناشئين. انا بقول على الدرجه الاولى وتتفاوت وممكن حكام الناشئين دول بيتدربوا يعني ايه برافو عليك. انا بعدك ده حاجه حلوه ليه. انا بعدك ان هو بينزله يعني انت لما تكون في الدرجه الاولى بتاخد 300 وفي الناشئين بتاخد 200. انا بديك رقم يا كابتن يعني يعني انت قصدك على الدرجه الاولى بس. الدرجه الاولى بس حاجه كويسه جدا. فبقول لك فكره زي دي الفكرة يا رب يكون جد. يعني رب يكون بيسمعوني اي مسؤول في اي اتحاد. والله فكره كويس. تخيل بقى كابتن نادي مثلا نادي زي اي نادي 6000 جنيه تحكيم ولا حاجه وفي الاخر بتقعد على النادي. خلي بالك في انديه هو عارف ان هو مثلا هيلعب النادي الاهلي خلاص الماتش وان سايد جيم خلاص هنروح نلعب في اقاليم مش هقول فين. تمام. فهو يقول لك انا هدفع فلوس ليه. مين اللي بيقول انا كده كده خسران ما يروحش يا كابتن؟ طب ما هو انت يعني ايه؟ طب ما انت اصلا عامل رياضه ليه؟ ما هو اللي عايز يقفلها ما يقفلها. حضرتك مش فاهمني يا كابتن. انا قصدي اقول ايه ان هو دلوقتي انت عندك 15 فرقه في الدوري امال بيلعبوا ليه؟ طب هم جايين يلعبوا ليه؟ ما هو هيلعب ما هو لازم هيلعب. 200 جنيه دي ولا حاجه يا كابتن. وقصدك كلام عن احمد لا على الناشئين 100 جنيه يا كابتن. يا كابتن انا بكلمك في 100 جنيه ده هو عشان يجي الماتش درجه اولى بس ده عشان يجي الماتش دافع للعيب لو 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 تذكره قطر دافع 300 جنيه. انا بكلمك 100 جنيه ده 100 جنيه دي ولا حاجه. المهم دي فكره عامه دي فكره ولا حاجه على الدرجه الاولى تحط في الدرجه الاولى تتحط في الناشئين مبلغ رمزي تبدا بيها بالدرجه الاولى في 100 حاجه. الحاجه الثانيه لازم الحكم يبقى له عقد زيه زي اللعيب زي المدرب. الحكم ده شخص بني ادم ليه كارير لازم اعمل له عقد مع الاتحاد مثلا عشان سنة سنة زي سنة. مش هقول لك مش هعمل لكل الحكام هجيب الصفوه الدوليين اعمل لهم عقود. لازم الاقي لازم انا شايف حاجه اسمها يجتهد. بص يا كابتن في حاجه اسمها كارير باث. يعني ايه؟ انا شايف ان انا ماشي في الطريق ده هوصل لكده انما الحكم مش شايف اي مستقبل. طب هدي الوقت من التحكيم ليه؟ قصه كبيره يا كابتن. طب هم بيخش في 4-5 ماتشات في اليوم. ما كابتن ما هو في ماتشات كتير احنا بنقعد مستنيين الحكام عشان هم جايين الماتش كابتن 4-5 ماتشات في اليوم يا كابتن ما يكون حكم يحكمهم. هتبص تلاقيه رايح في اخر ماتش مش شايف قدامه. انا بقول لك يا كابتن لو عملت كده هيحكم له ماتشين وهيبقى راضي وهيبقى محافظ على راضيه 100% على الكابتن. نرجع بقى دي فكره كده قلناها باي ذا واي. نرجع لا 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 دي فكره هايله. ربنا يخليك بقى يا كابتن. انا بقول لك دي يعني احنا والله فكره هايله ليه قصدنا ان احنا يعني نكون بنتكلم على كل الايه عناصر اللعب. طيب من ضمن تقاريرنا الحصريه برده وتقارير سجلناها برده في حفل تبادل الدروع. ليه احنا بنعرض لكم الحاجات دي؟ عشان تبقوا عارفين نبض الفرق اللي بيحصل ايه اللي بيحصل في الكواليس. والحاجات دي صدقوني مهمه جدا. يا ريت برده تتابعوها. نشوف بعض التقارير المهمه وارجع لحضراتكم تاني. vivência muito agradável fomos bem recebidos هي حابه العيشه هنا جدا وهي بتقول ان هي يعني جت 5 مرات مصر اول مره جت كلاعبه وهي دلوقتي جايه كرئيسه بعثه. quem vem ao Egito não vai às pirâmides não vem ao Egito. هي بتقول ان اللي يجي مصر وما يزورش يعني الاهرامات اللي هو يبقى ما زارش مصر كده. هي حابه جدا الاهرامات وحابه كل الاماكن اللي خرجت فيها في مصر وان الاهرامات دي يعني بتعبر عن حضاره مصر وشخصيتها. eu tenho já visitei quase tudo. هي فرحانه جدا هي بتلعب في داخل جدار النادي الاهلي. التنظيم كويس جدا يعني بتتمنى انه يفضل التنظيم ماشي بالطريقه دي لحد ان شاء الله ما هم يكسبوا. بس البنات بتوع فريق النادي الاهلي هم كويسين جدا وهي حابه ان بنات فريقها يلعبوا معاهم. بيقول ان التنظيم ممتاز جدا اكثر من رائع. اول حاجه بيقولها اول حاجه اساسيه لازم تكون موجوده في اي تنظيم هو الاقامه لان دي راحه اللاعبين وراحه الفرق. فهو بيقول ان الاقامه اكثر من رائعه وبيقول هقول كلمه للنادي الاهلي هقول ان انت النادي الاهلي نجح فعلا في تنظيم البطوله. وبيتكلم عن الحاجات يعني اللي المره دي شافها. بيقول انا جيت سنه 2009 مصر دي كانت ثاني مره لي في مصر وبيقول ان السنه دي مثلا استطاعوا يزوروا الاهرامات وكانت اول مره يزوروها يعني ده وده كان من ضمن البرنامج اللي النادي الاهلي عامله من ناحيه التنظيميه. فطبعا هو سعيد جدا جدا وبيشكر النادي الاهلي على التنظيم. En tout cas ça m'a convaincu que l'Égypte est une vieille civilisation
ويقول ان مصر هي حضاره كبيره وعظيمه كلنا كنا عارفينها قبل ما نيجي ونشوف بنفسنا. طبعا النهارده لما شافوا الاهرامات وشافوا الخان الخليلي وزاروا المناطق في مصر سعداء جدا جدا، يقولوا ده بيكبر اكتر من مقامه مصر افريقيا، بيخليهم دايما عايزين يجوا هنا. Présentement, les gens peuvent encore rééditer cet exploit. Il faut dire que l'Égypte, c'est... التقارير دي بتخلي الواحد الحقيقه فخور ببلده، فخور بنادي الاهلي، فخور بنادي الاهلي اللي احنا بننتمي له كلنا كاهلاويه، لانه الحقيقه الكلام ده بيسعدنا، بيسعد كل المصريين المخلصين انه يسمع الدول الافريقيه يعني زي ما بيقولوا الاشقاء الافارقه الحقيقه، لان احنا بتجمعنا نفس القاره بيقولوا نفس الكلام ده. والحقيقه مكاسب لا تعد ولا تحصى من هذه البطولات. الوقت مر سريعا، اسمع توقعات ضيوفي عن مباراه بكره ان شاء الله، عشان بكره باذن الله يكون لقائنا مع نهائي البطوله. كابتن احمد، توقعات حضرتك سريعا لمباراه بكره. ان شاء الله توقعاتي بكره باذن الله ان احنا هنحتفل بالكاس، وهيبقى زي ماتش النهارده وماتش امبارح. هكلمني من الملعب يا كابتن. امبارح هكلمك من الملعب وابارك لك. لو قفل التليفون ابعت لي. كابتن سفير، ان شاء الله ان شاء الله يبقى ماتش برضه كويس النهارده كده، وهنحتفل كلنا بكره بيه والجمهور والشعب وكل مصر كلها، لان كل مصر بتاع الاهلاويه ان شاء الله بامر الله يا رب. صلاه اثنين ان شاء الله. ان شاء الله. وحضرتك ابعت بقى لكابتن احمد، وكابتن احمد يبعت لك. انا رايح. انا رايح. رايحين ونبارك لك بكره، نبارك لمجلس اداره والجمهور والجهاز الفني ان شاء الله. كابتن سمير الجزار مدير فني فريق الاهلي 2002 2004، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. متشكرك يا كابتن. بشكر كابتن احمد عبد السلام رئيس قطاع الناشئين وحارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، نورتينا وشرفتينا يا كابتن. شرفنا بحضرتك كابتن عيسر، وان شاء الله بكره باذن الله على اتفاق برضه. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، فاضل على الحلو خطوه زي ما بيقولوا، نهائي افريقيا بكره ان شاء الله في ليله باذن الله تكون ليله سعيده. اخر كلمه هقولها قبل ما امشي، جمهور الاهلي عايز اشوفكم بكره، عايز الاقي الصاله مليانه، مفيش اي حجه ان شاء الله. النادي الاهلي هو الاقوى، النادي الاهلي هو الاجهز، النادي الاهلي ان شاء الله يفرحكم بكره باذن الله كما عودتوني. اشوف الصاله مليانه، عايز اشوف ليله بكره من ليله اللي احنا زي ما بيقولوا الف ليله وليله نفتكرها مع جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا لقائنا بكره. بكرر تاني، مباراتنا بكره هتبقى الساعه 8:30، اكيد هنطلع قبلها بساعه فتره كافيه مع استوديو تحليلي، هنغطي كل شيء، هنجيب لكم كواليس زي ما عودناكم، مع ملوك الصالات. بشكركم شكرا جزيلا. تعمل لنا كده لازم يا كابتن باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا. بكره لقائنا مع ملوك الصالات ونهائي افريقيا ابطال كؤوس للرجال. شكرا جزيلا لحضرتك.